بسم الله الرحمن الرحيم. كويس. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، هو موضوع الكواليتي. طيب احنا كان مسار للنقاش بيني وبين استاذنا الكبير باشمهندس مدحت، قعدت اتكلم معاه نبدا من انهي خطوه، طيب الناس محتاجه ايه، طب اغلبيه الاودينس بتاعنا او الناس اللي قاعدين بيسمعونا هيتكلموا او مهتمين جدا بسلامه الغذاء ومهتمين بتطبيقات الفود تكنولوجي ومحتاجين شويه نو هاوز في المجالات بتاعتهم، تمام. انا كان ليا وجهه نظر ودي اللي اتناقشت فيها مع دكتور مدحت، ودوت الراجل تقبل دوت مني تماما وبالعكس رحب بيه. ايه هي وجهه نظري في الموضوع؟ ان احنا طالما ناس سواء كنا هنشتغل في الكواليتي او ناس مننا زملاء افاضل ان شاء الله بامر الله هيتخرجوا بيشتغلوا في الريسيرش اند ديفلوبمنت في التطوير، او هيشتغلوا في الانتاج ذات نفسه بتاع المنتجات الغذائيه او غيرها عموما، تمام، لازم الاول يوصل لنا الكونسبت بتاع الكواليتي، لازم يوصل لنا مفهوم الكواليتي. ناس كتير لما بتتخرج اول ما بتتخرج بيبقوا لسه فريش جرادويتد كده، على طول بيجوا داخلين على موضوع عايزين ناخد كورسات ليد اديتورز في ال 9000 في ال 22، ياخدوا كورسات بي ار سي او الكلام ده كله. رائع ان انت تاخد الكورسات دي، ومش رائع وبس، انت لازم تاخدها ولازم تبقى ملم بيها ولازم تتفوق فيها كمان، بس في سنه كده بسيطه قبل ما تخش على الموضوع دوت، ان انت لازم تفهم وتفهم كويس جدا جدا ايه المقصود بالكواليتي. يعني لان انت لما هتفهم معنى كلمه كواليتي، ايه هي ابعاد الكواليتيز، ايه هي الحاجات اللي بتاثر على الكواليتيز، الناس بره فكرت ازاي في الكواليتيز، طب الناس اللي قبل مننا فكروا ازاي في الكواليتي، تمام، وطبقوها ازاي، طب الناس دي لما جت عملت الفكر بتاعها واسست علم الجوده زيه زي اي علم موجود في الدنيا، تمام، ايه هي الاسس اللي حطوها عشان يبنوا عليها العلم دوت. يبقى اذا لازم تكون عندك الجزئيه ديت او المعرفه ديت اللي على اساسها هتقدر تبني كل حاجه هتشتغل بيها ان شاء الله او تمارسها في حياتك عن الجوده، تمام. عشان هنا قلنا عشان نبدا ندي فكره بسيطه كده ومختصره عن الجوده، هنتكلم عن خمس محاور الاول النهارده، وان شاء الله بامر الله يعني بتوفيق ربنا عز وجل وبقناعه سيادتكم اللي هتقولوا ان شاء الله هنستمر او هنتوجه لاي توجه تاني. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكواليتي ثرو اوت هيستوري، اوكي، الجوده خلال التاريخ عامله ازاي، من اول ناس ابدعوا واشاروا للعالم كله ان في حاجه اسمها كواليتي. هنتكلم عن جوانب واوجه الجوده اللي لازم تراعيها وبتتاثر بايه، كويس. هنتكلم عن الكواليتي ديفينيشنز، هنشوف مدى الصعوبه اللي بتواجه الناس عشان يعرفوا كلمه كواليتي، وده كان السبب الرئيسي ان احنا عملنا المحاضره دي النهارده، كويس. هنتكلم عن الكواليتي جورز اللي هم البايونيرز او الناس والاوائل والرواد في علم الجوده، بل هم مؤسسي علم الجوده، تمام. هنقول الناس دي فكروا في الجوده ازاي، طب بنوا الاسس دي ازاي، خلاص، والتلامذه بتاعتهم اللي جم بعد كده استمروا ازاي، اوكي. هنتكلم كمان عن الكواليتي دايمنشنز او الابعاد اللي لازم تكون متوفره في البرودكت اللي هو المنتج اللي حضرتك بتقدمه للعملاء بتوعك او الخدمه اللي انت بتقدمها للعملاء بتوعك، عشان تقدر تقول انا المنتج بتاعي او الخدمه بتاعتي خدمه او منتج جيد، تمام. نبدا باول حاجه دلوقتي وهنتكلم فيها، وهي الكواليتي ثرو اوت هيستوري، الجوده عبر ازاي، عبر التاريخ. طيب مش انا اللي بقول كده تاني، المراجع العلميه هي اللي بتقول كده، الاوائل هم اللي بيقولوا كده، الناس اصحاب المراجع العلميه هم اللي في مجال الجوده هم اللي اقروا وشهدوا واثبتوا ده في المراجع بتاعتهم. اول ناس فهموا من الكواليتي وطبقوا الكواليتي هم قدماء المصريين، يصاحبهم وينافسهم في ذلك اصحاب الحضاره الصينيه، تمام. طيب هو ايه اللي خلى الناس ديت فهموا عملوا الحضاره بتاعتهم واللي قدرت تستمر الاف الاف المؤلفه من السنين؟ ان الناس دي فهمت معنى الكواليتي صح. طب كانوا فاهمين الكواليتي ازاي؟ الناس دي عندنا القدماء المصريين في حضارتهم اللي سابوها لنا والكنز الرهيب اللي سايبينه من الحضاره دوت وضح لنا حاجه جميله جدا جدا جدا، اللي هي ايه؟ الشق الواضح وموجود في كل الحضاره بتاعتهم، تمام؟ هو الشق الجمالي.
الشق الجمالي. حضرتك لما تخش المعابد بص على النقوش بتاعتها، موجودة من آلاف السنين بنفس الجودة بتاعتها وبنفس ثراء الألوان بتاعتها وبنفس الإبداع اللي اتحط فيها، تمام، واتصممت بيه خلاص. وفي نفس الوقت تمام مدعوم الكلام دوت بتصميمات هندسية ودعائم هندسية وأصول هندسية لحد الآن بنحاول نفكر هي عملوا الناس دي عملت الكلام ده إزاي وقومته إزاي، تمام. فإذا هم كانوا فاهمين الكواليتي بمفهوم رائع جدا، قالوا إن الكواليتي دي عبارة عن عملة لها وجهين، وجه اسمه الجمال أو البيوتي، تمام، الوجه الآخر اسمه الفانكشنال انجينيرنج أو الهندسه او الجانب الهندسي اللي بيدعم هذا النوع من الجمال. بمعنى انا لو هعمل معبد يبقى لازم اجيب الاسس او اتبع الاسس الهندسيه السليمه، تمام، اللي بتساعدني في اقامه هذه المعابد، تمام. لو هعمل اهرامات يبقى لازم اتبع اساليب هندسيه لاقامه هذه الاهرامات ولا خلاف ذلك. ومن الشواهد على كده اللي بتدعم كلامه، تمام، معبد ابو سمبل وتعامد الشمس على وجه الملك في مرتين في العام، مره وقت جلوسه على كرسي على العرش والمره الثانيه وقت ميلاده. ده قمه الاتقان الهندسي وقمه الجمال في بناء المعبد مع بعضه. الاهرامات ابو الهول شواهد بقى لها الاف المؤلفه من السنين اللي بتقول لك ان والله الناس دي فعلا فهموا معنى كلمه جوده، فهموا معنى كلمه كواليتي، وقدروا يمزجوا ما بين الحاجتين اللي هي البيوتي او الجمال والجانب الاخر اللي هو الدعم الهندسي لهذا الجمال، تمام. خير شاهد على ذلك ادي زي ما احنا بنقوله عندنا الماسك بتاع توت عنخ امون، اوكي، وكم المجوهرات اللي اكتشفت في المقبره بتاعته، تمام. وكمان لو نلاحظوا ان مثلا الماسك بتاع توت عنخ امون ده مش معمول له كاستنج، ده مش مظبوط يا فندم، ده منحوت، ده معمول هاند كرافت، ده صنعه يدويه اتعملت، اوكي، مزيج ما بين فن الخلط بتاع الذهب ومزيج ما بين الاحجار الكريمه زي ما واضح في الماسك قدامنا، العينين بتاعته، السلوجان اللي موجود على الراس من فوق، تمام، الدقن، كل دي احجار كريمه تم مزجها مع بعضها وخلطها مع بعضها وصبها او نقشها بطريقه تحس ان هي اقرب ما يكون الى الحقيقيه او الى الواقعيه، تمام. طيب يبقى الناس ديت قدموا اول تعريف للكواليتي ان هو ايه، الكواليتي دي الحاجه اللي بتخليك مقتنع جدا وراضي جدا، حاسس ان انت مبسوط فيها، قدر جميل من الجمال بحيث ان هو يعمل لك اشباع داخلي، وفي نفس الوقت ليها استدامه. ليها استدامه يعني ايه ليها استدامه؟ يعني مهما يمر عليها الوقت، مهما يمر عليها الزمان، هي موجوده وقائمه. وده عشان كده الناس دي استخدموا من الادوات والتقنيات والاساليب الهندسيه ما كان سبب في بقاء حضارتهم، حتى وان كانت اندثرت تحت الارض لالاف السنين. مجرد ما بنفتح على اي مقبره او بنكتشف اي اكتشاف، بنطلع التماثيل بتاعتهم، بنشوف المعابد بتاعتهم، بنشوف المقابر بتاعتهم بروعتها وجمالها. استمر الموضوع فيما بعد ذلك، الحضارات توالت الحضارات، سواء الحضارة الإسلامية بعد ذلك والحضارة القبطية، تمام، ومختلف الحضارات، وما زال الإنسان مهووس بكلمة الجودة، الحاجة اللي بتضيف لك الجمال وفي نفس الوقت اللي بتضيف الشق الهندسي اللي بيدعم هذا وبيساند هذا القدر من الجمال، تمام. ده واضح طبعا في ناطحات السحاب الجميله اللي بتتعمل، الكباري المعلقه اللي بتتعمل، وازاي بصمم الكباري دي مقاومه للزلازل، ازاي بصممها ان هي تتحمل حمولات معينه، ناطحات السحاب لما بنيجي نصممها على لاي مدى هي بتكون تستحمل برضو موضوع زلازل، تستحمل الصواعق اللي ممكن تحصل في الجو، الرياح وقوتها، كل الكلام دوت لو مش مدعوم برؤيه هندسيه وباساليب هندسيه وبدعائم هندسيه لن يستمر، وبالتالي ستسقط عنه صفه
الجودة. وهنعرف بعد كده الكلام ده هيسمع معانا ازاي؟ هيسمع عندنا بعد كده لما نيجي نعرف ايه هي جوانب الجودة، ابعاد الجودة اللي لازم تحطها في المنتج بتاعك عشان تخليه يستمر لأطول فترة ممكنة. طيب جزئية الجودة، تمام، هما زي ما قلنا كده، يبقى من قدم التاريخ الناس عرفت الجودة بان هي الحاجة الجميلة اللي بتستمر، وعشان تستمر الحاجة ديت قال لك احنا هندعمها بقى بما يثبتها من الاساسيات والعلوم الهندسيه والاساليب الهندسيه. كلام جميل جدا جدا جدا. طيب يا سيدي، الكلام ده عشان ناخده على ارض الواقع، الكواليتي ذات نفسها، تمام، عايزين نتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا اللي هي ديت بتفصل الموضوع في الكواليتي. حد فينا اتعرض قبل كده لموضوع الفاليوز اللي بتتحط في برودكت او منتج؟ طيب يعني ايه؟ اقول لك ان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، المحاضره بتاعت النهارده كانت فاليو ادد بالنسبه لي. والله المنتج دوت فاليو ادد بالنسبه لي. انا لما رحت اتعلمت الكورس دوت كان فاليو ادد بالنسبه لي. ما هو مفهوم الفاليو؟ عشان ده هنحتاجه جدا جدا في الكواليتي. تمام؟ الفاليو هو الشيء اللي انت القيمه او الاضافه اللي انت بحضرتك بتحطها في منتج او في خدمه معينه انت بتقدمها، تمام، ويكون العميل بتاعك اللي هيتلقى المنتج ده او الخدمه عنده استعداد يدفع فيها فلوس. تمام؟ يبقى اذا كل ما زاد مقدار الفاليوز اللي انت بتحطها في المنتج او الخدمه بتاعتك، كل ما قدرت تجذب اكبر عدد من العملاء، كل ما كان العميل قدر يتمسك بالكواليتي بالمنتج او الخدمه بتاعتك. طيب هنقابلنا سؤال تاني. طيب هو لو احنا ما بين بعض كبشر، تمام، هل تعرفنا للجوده واحد؟ ابدا. ليه؟ لان كل واحد ليه اهتمامات، كل واحد ليه تطلعات، كل واحد يتمنى ان المنتج اللي هو عايز يشتريه او الخدمه اللي عايز يستقبلها، تمام، يكون يتوافر فيها بعض الـ 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 الابعاد او بعض المتطلبات اللي هو بندور عليها. خلاص حضرت بسيادتك مثال على كده، تمام، الموبايلات اللي معانا دلوقتي، من 10 سنين اوكي كان طلباتنا ايه، او اقصى حاجه نتمناها ان هي تكون موجوده في الموبايل. انا كان بالنسبه لي من 10 سنين كنت اقصى حاجه اطلبها في الموبايل ان هو اتكلم فيه، ارد فيه على مسجز، او اخش اعمل اكسبلور، او اخش على ميد اعمل سيرش على حاجه معينه، على تيبس معينه. بعد لو قلت لك ده من 10 سنين، طيب من 7 سنين اللي هو لو عدينا كده سكيب 3 سنين كان طموحاتك ايه؟ لا 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 لا، انا اغلبيه الناس توجهت بقى لموضوع الكوميونيكيشنز بقى اللي هو من خلال البرامج بتاعت السوشيال ميديا زي الفيسبوك، زي الواتساب، اوكي، كل السكايب، كل الحاجات دي الناس بدات تتجه ليها. يبقى اذا بتختلف الفاليوز او بتختلف الجوده، مفهوم الجوده من شخص لاخر. احنا لو 10 افراد قلنا لهم او اتكلمنا مع بعض، سالنا بعض، كل واحد يسال نفسه ايه مواصفات الجوده اللي انا محتاجها في الموبايل دوت، لو جمعنا المواصفات دي هنلاقي كل واحد بيختلف عن التاني. يبقى اذا هتختلف التعريفات من شخص لاخر للجوده. طيب كلام جميل جدا جدا. طب انا كراجل بقى في الاخر عايز اقدم سلعه، عايز اقدم منتج، او عايز اقدم خدمه لحضرتك، تمام، هعمل ايه في الاختلافات ديت؟ دي كده الموضوع بقى كبير. انا ممكن احط لك الحاجات الحلوه في المنتج بتاعك، بس الحلو دوت او المفهوم البسيط عن الحاجه الحلوه هيختلف من شخص لاخر. وعلى راي المثل الشهير بتاعنا يقول لك ايه، لولا اختلاف الاذواق لغرت السلع. تمام؟ طيب انا بقى التشالنج اللي بيقابلني كراجل مصنع، تمام، ما تجيش تقول لي ان الكواليتي هي عباره عن البيوتي او هي الجمال. لا يا فندم، قول لي المتطلبات اللي انت عايزها في المنتج دوت، خلاص، وانا شغلتك كراجل بروديوسر او كراجل منتج، تمام، او كراجل بتقدم سيرفيس بروفايدرز، بتعمل سيرفيس بتقدمها للناس، ان انت تحول المتطلبات دي لبارامترز، تحولها لحاجات يمكن قياسها. تمام؟ يعني ايه يمكن قياسها؟ ايوه يا فندم، انت بتقول لي مثلا والله انا عايز مثلا كيس الخضار المجمد بتاع الملوخيه دوت، والله ان الملوخيه يبقى لها درجه اللون الاخضر الجميل بتاعها دوت. طب كلام جميل جدا، ده انا هترجمه ازاي عندي كراجل منتج؟ كراجل بانتج هذه الخضار المجمد، هترجم الكلام ده عندي ازاي؟ عشان اوصل لك اللون اللي انت عايزه. تمام؟ يبقى انا محتاج اعمل شويه سيتنجز، السيتنجز ديت او الضبط ديت عندي محتاج من اول هحصد الملوخيه بتاعتي على طول قد ايه او بعد كام يوم زراعه. تمام؟
بعد كده لما اجيبها سواء هعمل لها عمليه تجهيز او تحضير، هحافظ على لونها ازاي اثناء الكلام دوت. تمام. طيب لازم درجه اللون بتاعتك اكون انا عارفها وقيسها ومحددها، وعندي عندي ابروفد بان الدرجه دي هي اللي حضرتك متفق عليها. تمام. واثناء عمليات التجميل هعمل ايه عشان اللون ده ما يقلش او ما ينزلش عن المستوى اللي حضرتك عايزه. تمام. يبقى اذا لازم احول المتطلبات او الليمت بتاعتك، اوكي، او الفاليوز اللي انت بتطلبها وعايزني احطها لك في المنتج، احولها لحاجات اقدر اديرها واقدر احولها لارقام عشان اقدر احققها لك. تمام. طب برضو الهدف من كده ايه؟ ان انا لما احول متطلباتك دي لسمات او لمتطلبات او مواصفات، تمام، فبالتالي هقدر انتج لك الحاجه دي كذا مره، اوكي، وبنفس الليفل وبنفس المستوى اللي حضرتك طالبه. طيب خلي بالك في حاجات كتير بتاثر على الفاليوز اللي الناس بتطلبها. تمام. الحاجات ديت اللي بتاثر على الاوجه المختلفه للجوده او للفاليوز اللي بتتحط في المنتج عشان اقول عليه المنتج ده ذو جوده، قد يكون هذه الحاجات. اولا لازم نعرف ان في حاجات انا دلوقتي عشان انزل بالسوق بتاعي، انا اسف، انزل بالمنتج او الخدمه بتاعتي، اخاطب بيها فئات مختلفه من من العملاء بتوعي، او انافس بيها في الاسواق الخارجيه بره بلدي. تمام. فخلي بالك في اربع جوانب كده لازم تاخد بالك منهم قوي 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 قوي. اول حاجه جانب او فاسد اسمه اليونيفرسال. يعني ايه؟ خلي بالك في حاجات مسلمات الناس كلها بتتفق عليها، ما بيختلفوش عليها، حاول توفرها في المنتج بتاعك. اوكي؟ مثال واضح ان احنا كلنا بننبسط لما نشوف الشمس لما نشوف الشمس طالعه. تمام. كلنا بننبسط لما نشم ريحه الورد. كلنا بننبسط لما بنشرب بنستمتع بجمال لون الميه ولون السماء. يبقى اذا في ثوابت، خلي بالك وانت بتأدي سيرفيس او خدمه، دي الثوابت دي ثابته معاك ما ينفعش تقل عنها، ودي اللي هتنافس بيها في جميع انحاء العالم لو انت منتجك طلع بره. طيب تاني حاجه اللي ممكن تاثر لك على الفاليوز بتاعتك او القيم اللي انت بتحطها في منتجك هي الكالتشرال. تمام. كالتشرال فاسيتس او الجوانب الثقافيه. تمام. كل مجتمع من المجتمعات له ثقافته. تمام. وبيتغير من مجتمع لاخر. هتلاقي المجتمعات الغربيه لها ثقافتها، المجتمعات الشرقيه لها مواصفاتها، الثقافه بتاعتها اللي لازم حضرتك تراعيها وانت بتقدم منتج ذو جوده او خدمه ذو جوده ليهم. تمام. طيب السوشيال، تمام، العوامل الاجتماعيه او الجوانب الاجتماعيه دي بتاثر لك على المنتج بتاع المنتج او السيرفيس اللي انت بتقدمه، على الكواليتيز بتاعته، على الفاليوز اللي فيها. طيب السوشيال دي عباره عن ايه؟ اي مجموعه من الافراد او العائلات او العرقيات بيبقى ليهم اتجاه معين، وناس بتحب حاجه معينه تكون متوفره في المنتج ده او في الخدمه دي. كويس. وخلي بالكم ان العوامل الاجتماعيه دي بتتغير على فترات قريبه، يعني مش بتقعد لمده قرون او حاجه، لا دي بتقعد مثلا كل 10 سنين ممكن تتغير. تمام. كل 5 سنين ممكن تتغير. تمام. على حسب تغير العادات والتقاليد المجتمعيه في البلد اللي انت بتنزل فيها المنتج او الخدمه بتاعتك دي. تمام. الجوانب او الاوجه الشخصيه، كل شخص زي ما اتكلمنا بيختلف من حيث رؤيته للفاليو، بيختلف من حيث تعريفه للجوده، فبالتالي انت لازم تخاطب هذه الاختلافات. بيعجبني جدا المطاعم بتاعت الفاست فود، في مطاعم معينه مثلا عشان تداعب الافراد اللي موجودين في مجتمع ما، تبص لي والله مثلا انا عارف ان انا هنزل المنتج بتاعي في اوروبا، هنزل المنتج بتاعي مثلا مكتوب على علامه حلال. دي فاليو انت كمان كمسلمين مثلا بيدوروا عليها في المنتجات بتاعتهم بره عشان ايه؟ يقدروا يستخدموا الاكل ده. لما بيلاقوا منتج غذائي مكتوب عليه علامه حلال بيدفع فيه فلوس كويسه. تمام؟ نفس القصه، تعالى من ناحيه ثانيه، تلاقي برضو مطاعم ثانيه حاطه لك في المنيو بتاعها خلاص، مثلا احنا بنقدم وجبات للناس اللي بتتبع حميه غذائيه في نظام الكيتو. دي موجوده، في انا شفت مطاعم بتقدم برجر
بتقدم عندها في المنيو، بفتح لقيت في المنيو لقيت ان هو كاتبين عندنا منيو سندوتشات للجماعه اللي بيتبعوا حميه او النظام الغذائي بتاع الكيتو. شوفوا ده كل واحد بيبدا يفهم هو بيخاطب مين وايه الفاليوز اللي هو محتاجها ويحطها له عشان يقدر يفرد سعره ويميز منتجه عن باقي ايه المنتجات الثانيه. طيب هنرجع تاني لمرجوعنا الاساسي اللي احنا نبدا ننطلق بقى منه اللي هي ايه؟ الوات از كواليتي. الكواليتي زي ما قلنا كمفهوم وكتعريف كديفينيشن صعب جدا ان انت تحدده، تمام؟ ما بين لان درجه الاختلاف مفهوم الناس عن الفاليوز او القيمه اللي هم محتاجينها من كل منتج او من كل سيرفيس بيتقدم لهم، تمام؟ انما ظهرت العديد من التعريفات للجوده، خلاص كلها انفورمال. كلام جميل زي كواليتي از نوت بروجرام اتس ان ابروتش تو بزنس. يعني الكواليتي دايما مش بس بروجرام، لا ده ميثودز هتطبقها وعشان تقدر تنتشر كبزنس. اوكي الجوده دي عباره عن مجموعه من الادوات، تمام، ومفاهيم اللي هتقدر تستخدمها وتكون تقدر تستخدمها بحيث ان انت تحقق امبروفمنت وتطوير وتحسين في البيزنس بتاعك، وفي نفس الوقت تحقق فيه ارضاء للعميل بتاعك، تمام. ناس تانية بتعرف الكواليتي اللي هي كونتينوال امبروفمنت اند بريك ثرو ايفنتس، اللي هي لا والله دي عباره عن عمليات متتاليه من التطوير المستمر في الصناعه وفي طب يا جماعه ما هو ماشي، ما انا هعمل تطوير مستمر او هعمل خطوات سريعه نحو منتجات افضل. كلام جميل جدا جدا، بس برضو ايه اللي هيتم يعني برضو كل الكلام ده والكلام انا اسف في اللفظ يعني عالم شويه مش محكوم شويه، صعب تطبيقه في مجال البيزنس او في مجال الصناعه، تمام. كواليتي از اند ات بيرفكشن، كويس الجوده بتسعى الى او بتهدف الى تحقيق الاتقان، تمام، وما دون ذلك فهو فرصه للتطوير وللتحسين، تمام. كواليتي بتزود الانكريز الكاستمر ساتسفاكشن او ارضاء العملاء وبتقلل السايكل تايم. باي ذا واي السايكل تايم عباره عن ايه؟ الوقت اللي بتستغرقه بروسيس معينه عشان تخلص بتنمي فيه عملية معينة، يعني مثلا عملية الفيلنج أو عملية التعبئة بتاعت كيس معين، بعدي كيس مكرونة، بعدي كيس سكر، بعدي كيس كذا، تمام؟ العملية بتاعت من أول ما بيبدأ البودر ينزل في الكيس لحد ما بيتقفل على الكيس، دي الوقت ده بنسميه السايكل تايم بتاع البروسيس ديت. فإحنا طبعا كناس بتوع كواليتي بنهتم بإن إحنا نحاول على قدر الإمكان كل العمليات نقلل لها على قدر الإمكان السايكل تايم عشان نقدر نوفي المتطلبات العميل. كواليتي از نوت جاست فور بزنس، ات وركز ان نون بروفيت اورجانيزيشن، مش بس الجوده متعلقه بالبزنس، ده بتطبق في العديد من المجالات الاخرى والمؤسسات الاخرى من المؤسسات الخيريه والتعليميه و و و الى خلاف ذلك. طيب احنا في الاسلام او مفهوم الجوده في الاسلام كان هو عباره عن الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. وبصراحه يعني دوت مقوله حديث اوجز فانجز، تمام. وهنشوف بعد كده ان الكواليتي جورز اشتغلوا ازاي على معنى كلمه الاتقان في تعريف الجوده، تمام. ان الجوده مش الاتقان هي بس مش عمليه ان انت يعني ايه كلمه اتقان او المنتج ده متقن، مش بس ان انت بتطلع منتج، مش معناه بس ان انت بتطلع منتج مطابق للمواصفات ومطابق للمعايير اللي المطلوبه منك في المنتج ده، لا ده عباره عن بالاضافه لان انت فعلا بتطلع منتج مطابق للمواصفات، لكن يصاحبه كمان ان انت يكون عندك المنتج ده زيرو ديفكتس او خالي من العيوب. ازاي الكلام ده يتحقق؟ هل ده ينفع؟ في حاجه اسمها خالي من العيوب؟ يا فندم في حاجه اسمها خالي من العيوب، تمام. هنشرح المفهوم دوت قدام، حاضر، في يعني كمان كام سلايد كده هنتعرض لهذا الشرح، تمام. جوزيف جوران عرف الجوده على هذا على اساس ايه؟ مين بقى جوزيف جوران دوت؟ واحد من الكواليتي جورو اللي هنتكلم عنهم باسهاب النهارده. طب عرف الجوده من وجهه نظر عباره عن ايه الجوده؟ قال لك لو انت المنتج عندك فيتنس فور يوز او بيفيت فور يوز او فيت فور بيربوس، تمام، يعني ايه؟ يعني بيلائم للغرض اللي هو مصنوع من اجله، تمام. انت حضرتك صنعت عربيه، هل العربيه دي قادره ان هي ان انت لما تيجي تشغلها توصلك للمكان اللي انت عايزه
بأقل استهلاك مطلوب وأنت مرتاح، ما بتعطلش كل دوت، يبقى إذا هي ملائمة للغرض اللي صنعت من أجله وملائمة للاستخدام اللي أنت بتطلبه من المنتج ده أو من السيرفيس ده. كويس. فيليب جرون كروسبي ده برضو واحد من الكواليتي جورز، من البايونيرز بتوع الكواليتي. كويس. عرف الجوده ازاي؟ على ان هي الكونفورمانس تو ريكويرمنتس، او هي مدى التطابق مع المواصفات اللي مطلوب توافرها في المنتج دوت. تمام؟ نهت مواصفه الايزو لما نزلت، حطت الفورمال ديفينيشن للكواليتي او المعنى النهائي للكواليتي اللي على اساسه الناس هتبدا تشتغل عليه، وبالتالي هتبدا سهل التطبيق في مجالات سواء المجالات التصنيعيه او في المجالات الخدميه، او زي ما قلنا قبل كده ان الكواليتي بتطبق في كافه المؤسسات سواء صناعيه خدميه او حتى اللي هي بتقدم او التعليميه او اللي بتقدم خدمات عامه للناس كلها. طيب قالوا ايه عن الكواليتي؟ منظمه الايزو جمعت كل الاراء ديت والمفاهيم ديت وطلعت بالديفينيشن دوت للكواليتي، فعرفت الكواليتي على اساس ان هي ايه؟ The totally of features and the characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. كويس. يعني هو عباره عن ايه؟ مجموعه من الخصائص، تمام؟ اللي انت بتبقى موجوده في المنتج او الخدمة بتاعتك اللي انت بتقدمها، اللي بتخلي للمنتج ده او السيرفيس دوت القدرة ان هو يرضي العميل بتاعك. تمام؟ يعني ايه يرضي العميل بتاعك؟ يعني العميل بتاعك لما يشتري منتجك او يستلم منك الخدمة اللي حضرتك قدمتها له، يحس ان هو الحاجات اللي هو كان طالبها اخدها، فبالتالي هيدفع لك فلوس كويسة مقابل ده، فبالتالي انت قادر تستمر في السوق، انت قادر تستمر في المنافسة. تمام؟ يبقى ده اللي فعلا الديفينيشن بتاع الكواليتي اللي هو اغلبيه الناس اللي بيشتغلوا في البيزنس سواء سيرفيس او برودكتس بيتبعوا هذا التعريف. طيب بيقول لك بس برضه خلي بالك من الاخطاء الشائعه ان اوعى يكون فكرك عن الكواليتي مقتصر على الفيتنس فور يوز زي ما جوزيف جوران قال، او ان هو عمليه الديجري اوف اكسلنس او البرفكشنز. لا، البرفكشنز او الفيتنس فور يوز ده جزء من تعريف الكواليتي. خلاص؟ لان انت لما المنتج بتاعك يبقى ملائم للغرض من للغرض اللي هو اتعمل من قبله، خلاص؟ او على درجه عاليه من التميز، جميل؟ ده هيخدم حاجه واحده في الاخر، ان انت هترضي العميل بتاعك وهتستوفي الطلبات والقيم اللي هو طالبها في المنتج بتاعه. يبقى اذا التعريف اول التعريفات الرسميه اللي وضعت لعلم الجوده وهو اللي هي مدى قدرتك على اضافه الخصائص والمميزات في منتجك او في الخدمه بتاعتك، اللي لو توفرت عندك يبقى العميل هيبقى راضي عن الخدمه بتاعتك وهيقبل على شراء المنتج بتاعك. ده التعريف بتاع الكواليتي. التعريف ده كان لا تطور على التعريف ده واتبنى عليه كمان، يعني كان التعريف ده تم وضعه سنه 1994. تمام؟ بعد كده علينا من الكاستمر ساتسفاكشن اللي هو بيشير اليها هذا التعريف، واحنا حته ثانيه اللي هي ايه؟ اكسيد كاستمر اكسبكتيشنز، ان انت ازاي تحط من المواصفات والمتطلبات والخواص والخصائص في منتجك ان انت تفوق توقعات العميل. ده تعريف من تعريفات الجوده. ما هي الجوده حاليا؟ خد بقى الاجمل، ديلايت يور كاستمرز. ان انت بقى يا سلام بقى ديلايت يور كاستمر، بقى ايه الانوفيشنز وايه الابداع اللي هتعمله في المنتج وفي السيرفيس بتاعتك اللي تخلي العميل بتاعك يعني مبسوط جدا جدا جدا، ولما يتلقى هذه الخدمه او المنتج يبقى في غايه السرور والهنا والسعاده منك. تمام؟ كل الحاجات دي، كل التعريفات ديت عشان تحققها لازمها مايند سيتنج معين في الكواليتي، لازم تكون انت فاهم الكواليتي بمنظور معين، بتأدي حاجه معينه. ارجع كده قبل ما اخش بقى في بقيه التطور الكوانتي، هنا عايز اتكلم على موضوع الاكسيد اكسبكتيشن. الناس اللي عرفت الجوده عن ان هي اكسيد اكسبكتيشن وفرق معاها ازاي، وان هي ديلايت الكاستمرز وفرق معاها ازاي. ابسط حاجه عندنا دلوقتي في السوق بتاعنا، نرجع تاني لموضوعنا اللي قريب مننا او فئه الشباب، موضوع الموبايلات. تمام؟ احنا عندنا الموبايلات دايما هتلاقي
اولا هم مجموعه شركات اللي ظهرت، في مجموعه شركات ظهرت، في مجموعه شركات اندثرت، تمام. المجموعه احنا على ايامنا خلاص كان في شركات زي اريكسون، كان في شركات زي نوكيا، زي موتورولا، الكلام ده من التسعينات 94 98 لحد بدايه الالفينات. اوكي، ما بعد كده بدات، ونوكيا تقريبا استمرت لحد 2007 2010 حاجه زي كده، تمام. ما بعد ذلك ظهرت شركات جديده كانت السوق، بل مش كانت السوق دي، مسحت حاجه. انت النهارده لا تسمع على موتورولا ولا تسمع على اريكسون ولا تسمع على نوكيا في مجال الموبايلات. طب ظهر بقى، وخد بالك من اللي انا هقوله ده دلوقتي لانك هتحتاجه وهتفهمه بعدين، ظهر ناس اعتنقت فكر جديد وتعريف جديد للجوده، فبالتالي قاضوا العالم بعد كده في التكنولوجي، وبدا الصراع ما بينهم كناس كبار. بدا يظهر سامسونج، بدا يظهر هواوي، بدات تظهر ماركات تانيه، واخد بالك. طيب الماركات ديت بقى غيروا مفهوم الجوده، وبالتالي قدروا يكسبوا سوق، وبالتالي قدروا يطردوا ويمشوا ناس عتاوله في هذا المجال، وبالعكس هم اول ناس عملوا المجال ده، وبداوا هم اللي يستحوذوا على السوق بتاع الموبايلات. طب من ايه؟ ان الناس دي حولت فكرها عن الجوده من ان هم مجرد يرضيك، طب ما انا عايز ارضي العميل، طب ما هي نوكيا كانت بترضي العميل، بتقدم لحضرتك تليفونات جميله والدرابيلتي بتاعتها عاليه وبطارياتها كويسه، وكان عليها الجيمز بتاعت الدوله لو حد فاكرها او السناكس، تمام؟ لا، ان انت بقى نزلت بحاجه اسمها ايه؟ اكسيد كاستمر اكسبكتيشنز، حطيت لك حاجات واوبشنز وفيتشرز في الموبايل بتاعك انت لم تكن تحلم بها، لم تكن تتوقعها. النهارده بقيت لما تشتري موبايل مش عارف بتخش على السايت بتاع ايه، النهارده لما بتشتري موبايل في مميزات الموبايل دوت، بيشتغل بالساوند وبيشتغل تكلمه مش عارف ايه، ترجم لك ايه، وكمل السوفت ويرز واللي يقول الحاجات دي كلها. يبقى الناس دي لما غيرت مفهومها للكواليتي، تمام، قدرت تحوله لكاركترز والفيتشرز، يعني خصائص ومميزات حطت غلط في المنتج، فبالتالي قدرت تاخد ماركت شير، قدرت تكسب المنافسه. على هل هم كده وقفهم على كده؟ لا، انت النهارده زي ما انت شايف هو التطوير السريع والمستمر في مجال الكواليتي، وخصوصا في موضوع الموبايلات، كل يوم والتاني بتظهر اجيال جديده من الموبايلات بمميزات وخصائص جديده. جاء منين الكلام ده؟ من ان هم عرفوا مفهوم علم الكواليتي، بنوا عليه كل اللي احنا بنتكلم فيه، قدروا يقودوا العالم في مجال الاتصالات. عشان كده انا النهارده كنت مصمم نفهم يعني ايه كواليتي، عشان انت حضرتك برضو تعرف انا في مجال شغلي الكواليتي بتاعتي هطورها هتبقى ازاي كمفهوم، وبالتالي ايه بقى البروجرام والبلان بتاعي اللي انا هعمله عشان احقق المفهوم ده. يلا بينا نرجع تاني للكواليتي. الكواليتي اتطورت ازاي عبر التاريخ زي ما بيقولوا. خلينا هناخد بقى، احنا اتكلمنا عليها في العقود الفرعونيه والتاريخ القديم والتعريف الكلاسيكي بتاعها. هنتكلم بقى سنه 1900، كانت كل في بدايه عصر الصناعه زي ما بيقولوا يعني. وخلي بالكم عشان في ناس كتيره بيخلط ما بين الايفولوشن اوف كواليتي او تطور الجوده والهيستوري بتاع الكواليتي. الهيستوري بتاع الكواليتي اللي احنا اتكلمنا عليه من الاول عشان ما ننكرش حقوق ناس اشتغلت وتعبت زي الفراعنه، زي القدماء المصريين، زي الصينيين، زي الحضارات الاشوريه، الحضارات اللي اتبنت، تمام. انما ايفولوشن اوف كواليتي المقصود بيها تطور بقى الكواليتي، خلاص اتوجدت تطورها عبر المرحله الصناعيه او عصر الصناعه، تمام. في الثوره الصناعيه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، تمام، اللي احنا فيها حاليا. طيب اللي هي عصر الثوره الصناعيه الاولى اللي هو كانت بدايات سنه 1900 لحد تقريبا 1900، ومن 1900 ل 1940. طيب كان الشغل كله مبني على انسبكشنز، يعني ايه؟ يعني كان كل المنتجات اللي بتطلع خلاص بيتعمل لها انسبكشن. تخيل انت انتاج اليوم كله، تمام، انت مثلا النهارده انتجنا كام؟ خمس عربيات، ست عربيات، ماشي، انتجنا عدينا كام كرتونه النهارده، وانتجنا كام كرتونه مثلا من الخضار المجمد؟ 300 400 كرتونه زي الفل، مش هينزلوا السوق غير لما ال 300 400 كرتونه دول يتعمل لهم فحص. انت متخيل بقى كم الوسط قد ايه، وكم تضييع الوقت والجهد والافورتس، وقد ايه العملاء بتاعك متعطلين بره مستنيين من حضرتك المنتجات توصل لهم، وانت معطل لحد ما تتاكد ان الحاجات اللي عملتها دي مظبوطه ولا فيها مشكله. دي كانت السمه السائده في بدايات القرن الماضي في الجوده، كانت مبنيه على الانسبكشنز. كل منتج بينتج بيتعمل له انسبكشنز، خلاص. طيب مع وجود ظهور الحرب العالميه الثانيه في اربعينيات القرن الماضي في سنه 1940، الحرب العالميه الثانيه،
تمام؟ طيب الحرب شغاله بره ودول عماله تفرم في بعضها وتقطع في بعضها، اتغير الكونسيبت بتاع الكواليتي، الكونسيبت بتاعت الكواليتي او تطورت من عمليه الفحص لعمليات السامبلينج بلان. كويس؟ فبدات تظهر اولى خطوات استخدام الاستاتستيكال ميثودز او الطرق الاحصائيه ودمجها في الكواليتي، وظهرت مفاهيم جديده في الكواليتي. ان احنا النهارده مثلا تخيل زي ما بقول لك كده الحرب شغاله والدول بتحارب بعضها، ما كانش هينفع اشتغل بالكونسيبت بتاع الانسبكشن. يعني مش كل مثلا النهارده عايز اطلع محتاج اطلع 1000 دانه مدفع مثلا، يعني هل كل دانه من دول هقعد اختبرها وافحصها تمام بعد ما انتجها؟ ولو اختبرت ال 1000 دانه دول ما هم كلهم هيفرقعوا الكورس حاليا فين؟ تمام؟ فابتدا يظهر الفكر بتاع الاستاتستيكال سامبلينجز، بدا بقى وكان رائد الموضوع ده طبعا تشيوات، ده اول واحد طبق الاستاتستيكال اناليسيس والاستاتستيكال سامبلينج ميثود، وهو ويمنج. اوكي، فبداوا يحطوا او يعرفوا الناس، بدات تظهر فكره ان انا بقى لا، بدل ما اعمل 100% انسبكشنز انا اخد عينات سامبلز وفقا لبلان معينه او خطه معينه، مثلا بنتج قد كده في اليوم يبقى هياخد حجم معين من الانتاج دوت، هو اللي هعمل له انسبكشن، ولو نجحت الانسبكشن دي لقيت ان المنتج دوت بعد ما اعمل له انسبكشنز او العينه دي متوافقه مع المتطلبات والمعايير اللي انا عاوزها، يبقى هعمل لها ريليز وهبدا انزلها للسوق. تمام. طيب بعد كده تطور الموضوع لفكر تاني سنه 1960. سنه 1960 بدا يظهر علماء الجوده ويأسسوا علوم الجوده، وقال لك برضو ان فكره ان احنا موضوع الجوده يبقى مقتصر ان انا اقعد افحص على خط الانتاج واخد عينات من المنتج وافحصه، لا طبعا ده عمليه مش هتبقى مجديه وهيبقى عندي مشاكل كتيره. ايه هي المشاكل اللي هتواجهني؟ قال لك لان المفروض الكواليتي يا جماعه مش بس مقتصرة على فن الجودة اللي واقف ياخد تعيينات ويبص عليها، لا، الجودة دي مسؤولية كل واحد من اللي شغالين في الشركة. فبدأ فكرة الكواليتي ان احنا ننشر فكر الكواليتي لكل الناس اللي شغالة في الشركة، وكل واحد يعرف الدور بتاعه ايه ودوره او علاقته بموضوع الجودة ايه. فبدأت تظهر مفاهيم للكواليتي مانجمنت، وكان في الستينيات بدأت تظهر بقى ثورات الإدارية بقى والنظريات الإدارية المختلفة في البيزنس واداره البيزنس. حصل بنج بقى ودخل بقى جوران بقى وديمنج في المواضيع ديت، وبداوا ينشروا الفكر بتاع الجوده ويدمجوه او يخلطوه بالاداره باداره الاعمال. فبدا لا، ان احنا هنا في فتره الستينات لا، انا بقى مهتمين ان هم يخلوا الجوده تمام ثقافه عامه لكل الادارات اللي موجوده في الشركه عندك، وان الشركه تبقى فاهمه حاجه كويسه قوي قوي قوي، ان هي لو ما عندهاش تطوير في الجوده بتاعتها وما عندهاش تحسين من صفات المنتج بتاعها لما يطلبه العملاء بتوعها، فهي مش هتقدر تستمر. لحد ما جت بدايه السبعينات والثمانينات وظهرت هنا المشكله الكبيره في السوق الامريكيه. ايه اللي حصل يا جماعه اللي خلى الجماعه الامريكان يغيروا وجهه نظرهم تماما عن الكواليتي، وان هم لا كان دافع كبير ليهم ان هم يبداوا يغيروا وجهه نظرهم للجوده. وهنقولوا ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي في الفتره دي ان بعد ما خلصت الحرب العالميه الثانيه وبدات الدول والشعوب اللي هي انتوت بنار الحرب العالميه الثانيه، ومنها اليابان، اللي هم خلي بالك ان هي اليابان امريكا بعتت لها العلماء بتوعها زي ديمينج وجوران يعلموهم الكواليتي ويفهموهم يعني ايه الكواليتي، لكانت الدرجه بتوصل ان في بعض مصانع في اليابان او شركات زي شركه سوبارو بتاعت السيارات كانوا بيبعتوا يجيبوا العربيات من اليابان وياخدوها يفككوها، انا اسف، يجيبوا العربيات من امريكا لحد اليابان وياخدوها يفككوها ويعرفوا الله هي ايه المميزات بتاعت العربيات دي اللي مش موجوده عندنا، طب احنا هنعمل ايه عشان نطور منتجاتنا يبقى كده. وفي بدايه الثمانينات واواخر السبعينات ظهر المارد الياباني. عمل المارد الياباني ده لما ظهر اثر على المنتجات والسوق الامريكيه، بدات امريكا تفقد سوق كبير جدا 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 من سوق العربيات، لان في الوقت ده ظهر لك بقى تويوتا، ظهرت لك هوندا. اوكي، فبداوا يفقدوا سوق كبير جدا من العربيات بتاعتهم، مش بس في على مستوى العالم، لا ده جوه امريكا نفسها يا فندم. تمام، بدات الطامه الكبرى الثانيه ان السلع الاستهلاكيه زي المراوح زي التلفزيونات زي المكانس الكلام ده كله بدا برضو ظهر مارد تاني في اليابان برضو.
تمام، بدأ ياخد ماركت شير كبيره جدا من السوق الامريكيه في هذه المنتجات، زي ظهرت شركه توشيبا، شركه سوني، الشركات دي بدأت بقى طبعا. وقعوا السوق الامريكيه ازاي وقدروا يستحوذوا على سوق، على جزء كبير من السوق الامريكيه، ان هم بداوا ينزل لك منتجات نفس المنتجات الامريكيه دي، بس طبعا متصنعه في اليابان بجوده اعلى بمميزات اعلى وبسعر ارخص. هنا كانت اللطمه اللي جت على وجه الشركات الامريكيه، اللي قالوا لا 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 لا، احنا محتاجين في هذه الحاله ان احنا نبص للجوده بمنظور تاني زي ما الجماعه اليابانيين عملوا. لا، احنا هنخلي كل عامل من الناس اللي بتشتغل في المصانع بتاعتنا لازم يوصل له فكر الجوده. وبدات بقى تظهر بقى الكواليتي مانجمنت والتوتال كواليتي مانجمنت، وبدات تظهر مواصفات الايزو اللي بتوصف بمنتهى الدقه، وبدات توصل المواصفات بتاعت المنتجات. فبدات اقتنعت امريكا والسوق الامريكي والقائمين على الصناعه في امريكا ان لو الشركات بتاعتهم مش هيبقى الكواليتي عندهم فيرست بريورتي او يعنوها الاولويه الاولى، تمام، وان لازم ان كل افراد الشركه يكونوا متدربين على الكواليتي، فاهمين الكواليتي، لازم يكون الكواليتي ليها اوبجيكتيفز ويتابعوها كل سنه وهم حققوا فيها تطوير قد ايه عشان يقدروا يجروا يحصلوا ويعوضوا اللي فاتهم ويقدروا يفوقوا من الصدمه اللي خدوها من الجماعه اليابانيين. فظهر بقى في الثمانينات وما بعد ذلك الفكر بقى الجديد بقى في الكواليتي اللي هو التوتال كواليتي مانجمنت، الكواليتي اكسلنس، اللي بدات تظهر مواصفات الايزو بالعائلات بتاعتها المختلفه. ده الايفوليوشنز بتاع او تطور الجوده عبر ايه العقود الماضيه. اللي قدامنا دول اللي ليهم الفضل في ارساء علوم الجوده، مين دول يا فندم؟ دول الناس بنسموهم الكواليتي جورز او الرواد في مجال الجوده. لا يسعني ولا محاضره ولا اثنين ولا ثلاثه عشان نتكلم في الفضل اللي الناس دول قدموه للعالم كله، مش بس للكواليتي، للعالم كله، تمام، في مجال الجوده. لا، انا النهارده هنتكلم بس عن اول اربعه فيهم اللي هو ديمينج، جوزيف جوران، فيليب كروسبي، كورو ايشيكاوا، تمام. الاسامي دي انتوا هتسمعوها كتير، هتسمعوها كتير وهتقروها في كتب كتير طول ما انتوا ماشيين كده وبتقروا في مجال الكواليتي، تمام. وحتى بعد التطورات الرهيبه اللي حصلت في الكواليتي هتلاقيهم هم، بص بقى عشان فهموا الكواليتي صح، هتلاقي مفيش فكر بيطلع جديد في مجال الكواليتي الا مبني على هذا، على الاسس اللي الناس دي حطتها، تمام. فالنهارده هنتكلم عن ادوارد ديمينج، جوزيف جوران، فيليب كروسبي، كاورو ايشيكاوا، تمام. وهنقول ان كل واحد فيهم ايه الاسهام او ايه الاضافه وايه الاسس اللي هو حطها في مجال الجوده. انا شخصيا المدرسه بتاعتي او اكتر واحد بحب اقرا له جدا جدا جدا، ومش انا بس يعني، في ناس كتيره جدا بتتبع المنهج بتاعه ومدرسته اللي هو جوزيف جوران. ليه؟ لسبب بسيط جدا، لان جوزيف جوران دوت هو من اوائل الناس اللي ربطت ما بين حاجتين مهمين جدا، ربط ما بين الكواليتي والمانجمنت، تمام. هنعرف هنتكلم عن ايه اللي الراجل ده عمله بالظبط في ايه السلايدات القادمه. لو اول واحد هنتكلم عليه اللي هو ديمينج. ديمينج دوت راجل ما كانش عادي خالص. الراجل دوت اولا عايز اقول حاجه بس يعني بشرة كويسه كده، ان كل الناس اللي بتشتغل وبتفكر في مجال الجوده بسم الله ما شاء الله اعمارهم طويله، يعني اصغر واحد فيهم كان ديمينج دوت عاش 93 سنه، يعني سنه 1900 لسنه 93، اوكي. يليه جوران وهكذا، يعني السمه الوحيده اللي لاحظناهم لحد النهارده بيدرسوا ايه السبب في كده، قال السبب ان هم ناس كل حاجه بيبحثوا فيها عن الجوده، فبالتالي ده ادى لتحسن صحتهم او الله اعلى واعلم الاعمار بيد الله في الاخر، بس هي في سمه كده مشتركه ما بينهم. كل الناس البايونيرز بتوع الكواليتي اعمارهم بسم الله ما شاء الله ايه طويله يعني، كويس. طب نرجع لمرجوعنا، ديمينج من اوائل الرواد في مجال الجوده، خلاص. الراجل دوت سافر اليابان، تمام، قدم هناك، عرف اليابانيين يعني ايه كواليتي كنترول، تمام. وهو من الناس اللي طبقت برضو الاستاتستيكال ميثود او الطرق الاحصائيه في مجال الجوده، اوكي. خدم الجماعه اليابانيين فتره كبيره لدرجه ان الجماعه اليابانيين بالنسبه لهم يعتبر هو الاب الروحي في مجال الكواليتي، وخلدوه عملوا له
جايزه باسمه، اسمها ديمينج برايس فور كواليتي، تمام؟ هو اللي طور من وسائل المراقبه الاحصائيه في مجال الكواليتي كنترول، تمام؟ كان ليه فيلسوفي كده مبنيه، وهو عمل 14 مشهود ان هو ليه 14 نقطه كده اتكلم عنهم، اللي هو بيقول لك دي التوصيات اللي لازم التوب مانجمنت يتبعوها عشان البيزنس بتاعهم يستمر، وعشان يضمن ان الكواليتي تستمر عنده في شركته. اوكي؟ كان من ضمن الناس اللي كان بيؤمن بحاجه، اللي هي يا جماعه الكواليتي دي مش ان كان عايز يحول فكر الكواليتي، وده نجح، ونجح فعلا في ده، من عمليات الفحص والاختبارات والكلام ده كله الى عمليات البريفنشنز، او العمليه يعني بدل ما اكون استنى لما المنتج يطلع لي في الاخر واعمل له فحص وبعدين اقول ده مطابق او غير مطابق، لا يا فندم، انت من الاول تتاكد ان كل واحد بيعمل شغله صح، كل واحد وصله مفهوم الجوده بتاعه صح، تمام؟ فبالتالي مفيش منتج هيعدي من مرحله للمرحله اللي بعدها الا وهو مطابق للمواصفات الخاصه بيه، فبالتالي نقدر نعلى درجات من التميز، تمام؟ عمل في الحقيقه عمل حاجه اسمها ديمينج تشين رياكشنز. ايه هي الديمينج تشين رياكشن؟ يعني هو قال لك عشان تطور من الجوده اللي موجوده اللي موجوده عندك، خلاص هتمر بعده مراحل، تمام؟ عشان تقدر تقول انا طورت من الجوده وتقدر تاخد ماركت شير كويس. ايه هي المراحل دي؟ اللي انت تعمل امبروف في الكواليتي بتاعتك، اعمل امبروف في الكواليتي بتاعتك، ازاي توصل تدريب كويس قوي 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 للستاف اللي شغال معاك، كل واحد في مكانه. يعني احنا دايما بنقول كده المثال ده، الناس بقى بتوع الجوده ان شاء الله دايما حطوا الهدف ده في دماغكم، وانتوا اللي تسعوا دايما ان انتوا تحققوه في شركاتكم او في الاماكن اللي انتوا بتشتغلوا فيها، ان الكواليتي از ايفري ون ريسبونسبيلتيز، يعني الجوده دي مسؤوليه كل واحد في المكان اللي انت بتشتغل فيه، مش انت بس بتاع الجوده وبقيه الناس بيتفرج عليك، لا، كلنا بارتنرز في الكواليتي بتاعت المنتج او السيرفيس اللي بنقدمها، تمام؟ ان انت لازم عشان تزود الريفينيو او الارباح بتاعتك او البروفيت بتاعك لازم تقلل الريورك، خلاص؟ تقلل الاخطاء اللي بتحصل، تقلل التاخير اللي بيحصل في تسليم طلبياتك، تمام؟ عملياتك تكون على قدر عالي، الماكينات بتاعتك، المعدات بتاعتك اللي بتشتغل تكون على قدر عالي من الافشنسي او الكفاءه، تمام؟ كل دوت هيسمع معاك في حاجات، هيسمع معاك في ايه؟ هيقلل معاك الكوست، تمام؟ ويقلل معاك الديفكت، وبالتالي هتقدر توصل لتوصل العميل الخدمه والمنتج اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه، تمام؟ مش يبقى انت مثلا عميل طلب منك 100 وحده مثلا، 100 كرتونه او 100 شكاره او وات ايفر الكميه، طلب منك حجم معين او فوليوم معين من الانتاج. طيب انت عندك اعطال في الماكينات بتاعتك، عندك منتجات معيبه بتطلع كل شويه، الكلام ده كله ما بيساوي فلوس، الكلام ده عباره عن ايه؟ كوست. الكلام ده عباره عن ديفكت بيطلع، فبيأثر على الميعاد اللي انت هتسلم فيه منتجك للمنتج بتاعك للعملاء بتوعك، كويس؟ طيب برودكتيفيتي امبروفز، اكيد احنا زي ما قلنا لو احنا هنقلل ديفكت هنعلي الافشنسي بتاعه المنتج بتاع المعدات بتاعتنا، فبالتالي الانتاجيه هتزيد، مظبوط؟ مش كل شويه هقعد اوقف المكنه عشان اصلحها، عشان كل شويه بتعطل، تمام؟ مش كل شويه المنتجات بعد ما بتطلع اعمل لها فحص ياخد مني وقت ومجهود، بعد كده المنتجات المعيبه اعمل لها تصليح اصلحها واعيد تشغيلها تاني، يبقى اذا لو انا ما عنديش كواليتي كويسه، لا، البرودكتيفيتي بتاعتي هتبقى قليله، ولما اعلي الجوده بتاعتي ده لا يتعارض اطلاقا مع البرودكتيفيتي، كل ما الجوده زادت وعلت كل ما البرودكتيفيتي بتاعتك بتزيد. اوكي، انكريز ماركت شير، طبعا لما بسم الله ما شاء الله، لما انت تقدر تستوفي الطلبات بتاعت العملاء بتوعك وتغطيها، مش بس كده، وتحط لهم فيها الفالوز اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول خالص، حطينا فيها المتطلبات بتاعتهم، مش بس كده، لا، ده انا كمان حطيت لهم مميزات تفوق توقعاتهم، كويس؟ هتقدر تزود بيها الماركت شير بتاعك، وتقدر تنافس بيها في اسواق، تمام، عالميه، وممكن تتحكم انت بقى، هتوزع اكتر، هتبيع اكتر، ممكن تتحكم انت كمان في السعر بالطريقه دي، تمام؟ هتضمن بالطريقه ديت ان انت ستي ان بزنس، انت قاعد في السوق،
انت قاعد، انت مستمر في الشغل بتاعك، مش هتقفل، انت دايما عندك اهداف تطوير مستمره، فدايما البيزنس بتاعك شغال، انت دايما مش مقتنع ان انت بس بالجوده اللي انت بتقدمها والمواصفات اللي بتحطها في منتجك هتسوق جوه بلدك بس، انت تطلعاتك تغزو العالم بمنتجاتك، وانت قادر تعمل ده، فبالتالي البيزنس بتاعك هيزيد، انت مستمر في البيزنس، بالتالي طول ما انت بتتوسع في البيزنس بتاعك انت بتتوسع في تقديم وظائف للناس والتشغيل وبتشغل الناس، شفت الجودة بيتبنى عليها كل الكلام ده ازاي؟ يبقى هي دي اللي بنسميها التشين رياكشنز بتاع الديمينج، ايه الرياكشنز اللي بيحصل في العملية الإنتاجية أو الخدمية مجرد ما تبدأ تطبق الكواليتي بتاعتك. تمام؟ بعد كده هنتكلم بال 14 بوينتس، تمام، العالميه اللي بينصح بيها ديمينج اي ناس في مجال المانجمنت. تمام، اول حاجه بينصحهم كرييت كونستنسي اوف بيربس. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه اول نقطه ديت؟ بص يا سيدي، لازم يكون عندك اهداف مستدامه عن التطوير المستمر، اوعى تخلي ان حدودك يبقى ليك حدود للاهداف بتاعتك اللي انت على الشورت تيرم بس، لا لازم يكون ليك اهداف على اللونج تيرم، عارف هتعمل ايه على المدى الطويل، دايما عندك خطط تطوير سواء لمنتجاتك سواء للافراد اللي شغالين عندك، الخطط دي او التطوير دوت ما يكونش تطوير لحظي او وقتي، او والله احنا عايزين هنعمل برنامج تطوير لمده 3 شهور لمده سنه كويس، وبعد السنه دي هنعمل ايه؟ هنقعد نتفرج؟ لا، دايما يكون عندك برامج طويله الامد، اوبجكتيفز على اللونج تيرم، اهداف على المدى الطويل للتوسعات وكذلك للتطوير المستمر. خلاص؟ ادوبت ذا نيو فيلوسفي، زي ما قلت لكم قبل كده، لما الشركات الاسيويه بدات تعتنق فكر جديد وفيلوسفي جديد، هنطلع من مرحله ان احنا نستسفاي الكاستمرز ونعمل له ارضاء واشباع لمرحله اعلى من كده بكتير، اللي هي اكسيد الاكسبكتيشنز، اخذوا من الاسواق كلها من شركات تانية بلا منازع وبلا رجعه، خلاص اندثروا الشركات التانية اندثرت، مش هيقوموا خلاص، انت داخل في فيلوسفي الناس اللي هم الاوبريتنج سيستم بتاع الكمبيوترات، خلاص كان اول النظام اللي هو الدوس، لا الناس اللي قدام بقى زي حالتنا العواجيز كده، انما دلوقتي بقى ايه؟ المايكروسوفت، تمام، بقى الويندوز، تمام، شوف فرق التطبيقات ده وفرق التطبيقات ده اعطانا فكر جديد كليه ادى الى تغيير وطفره في المجال بتاعه، فبالتالي قدر يستمر وقدر، هي دي الكواليتي يا جماعه. تمام؟ طيب فين ديبندس اون انسبكشن تو اتشيف كواليتي، اوعك تعتمد عن الانسبكشن عشان تحقق الجوده، اوعك، يبقى انت كده هتبدا تضمحل وتنهار زي امم قد خلت من قبلنا واندثرت اخبارهم، ومش هبقى مش هتقوم لك قائمه بعد ذلك، اللي بيعتمد على الانسبكشن بس عمره ما هيوصل لليفل كويس في الكواليتي، لازم يبقى الكواليتي بيلت ان يور برودكتس، يعني الجوده موجوده في البرودكتس بتاعتك في كل مرحله من مراحل التصنيع بتاعته، عشان في الاخر تضمن ان منتجك في الاخر طالع مستوفي كل الشروط اللي انت كنت بتحلم بيها، اوكي؟ ان ذا براكتس اوف تشوزنج سبلاير بيست اون برايس، ما تخليش بقى اختيارك للسبلايرز والموردين بتوعك، يعني انا راجل دلوقتي فاتح مصنع، بصنع لحوم، بصنع خضروات، بصنع فواكه، ايا كان نوع الصناعه اللي بصنعها. ما تخليش معاملتك مع الصدار العامل الوحيد اللي بيحكمها هو السعر. كل اللي يقدم لي سعر اقل هو ده اللي اهلا بيه يخش عندي يدخل حاجته المصنع عندي، لا يا فندم. لا، في كرايتيريا معينه لازم تحطها للمعامله مع السبلايرز بتوعك. تمام؟ العامل الاساسي فيها الكواليتي. تمام؟ الخامات اللي بيجيبها لك دي الكواليتي بتاعتها عامله ازاي؟ وده برضه بنلاحظه كتير قوي قوي في اي سلعه بنشتريها. تمام؟ بنروح بنلاقي الراجل رغيف العيش اللي انت بتشتريه، تمام؟ بتقول لي هشتري من الفرن ده مش هشتري من الفرن دوت. والله الفرن دوت، تمام؟ بيديني الدقيق بتاعه حلو، العيش بتاعه حلو، الخدمه بتاعته حلوه. تمام؟ فبالتالي انت هتدفع المبلغ اللي هيتقال لك عليه عشان هتاخد قصاد منه خدمه كويسه. ده بيجي منين؟ ان هو الخامات اللي داخله عنده في التصنيع خامات ذات جوده عاليه عشان يحافظ على ليفل الخدمه، انا اسف، ليفل الجوده في المنتج بتاعه. لازم يكون عندك على طول قدره على اكتشاف وتعريف المشاكل اللي بتظهر، تمام؟ ولازم تتبع اساليب حديثه في اكتشاف المشكلات. خلاص هنتكلم بعد كده ان شاء الله يعني في محاضرات قادمه بامر الله، احنا في علم اسمه ليرنينج تو سي، ازاي تشوف الاريا فور امبروفمنت، ازاي تشوف على خط الانتاج بتاعتك
بتاعك، ايه هي الاماكن اللي ممكن اطور منها وتفرق معايا وتعمل معايا امبروفمنت سريع. كويس. لازم يكون عندك تدريب مستمر، مش بس مش اشخاص القائمين على فحص المنتج، لا، على كل واحد في كل مكان في الشركه بتاعتك. تمام. احنا لازم برضو نغير مفهومنا ان احنا مش العمليه هي ارقام منتجات وفوليومز بتاعت انتاج وحجم انتاج يعني بيطلع وخلاص، لا، لازم يكون الكم اللي طالع ده يصاحبه تطور في الكيف، هطلع الحاجه دي ازاي، ويصاحبه تطور في مفهوم الكواليتي الخاص بالكيف اللي طالع دوت او بالكميه دي اللي طالعه. تمام. اوعك تخاف من عمليه التطوير. تمام. دايما كده في ناس معوقه للتطوير، في ناس كل ما حد يطلع في يعني ايه، كل ما هتطلع بفكر جديد او بكونسبت جديد او بطريقه جديده هتطور وبتاع، تلاقي الناس ناس كتير قوي يقول لك لا يا عم انت اللي بتقوله دوت، يا عم احنا بقالنا 100 سنه شغالين بالطريقه زي الفل واخدين سوق تمام التمام هذا ما الفنا عليه اباؤنا. تمام. فدايما على طول الكلمه دي هتقابلها وانت بتشتغل، تلاقي ناس كده كل ما تطلع فكره جديده وبتاع وحتى قابله للتطبيق وهتفرق معانا كبزنس او كشركه، لا لا لا، ناس كتير كده، لا يا عم انت ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده، اوعى تسمع للناس ديت. تمام. لا بالعكس، انت كشركه لازم الناس اللي هي عندها فكر جديد وفكر متطور تبدا تشتغل وتطور من الفكر بتاعهم وتسهل لهم الامور اللي هيطبقوا بيها الفكر بتاعهم دوت. بريك داون باريرز بتوين ديبارتمنتس، العلاقات ما بين الاقسام وبعضها، ان كل واحد لازم يفهم ان هو بارتنر في قصه الكواليتي بتاعت البرودكت دوت، كل واحد لازم يفهم ان هو جزء لا يتجزا من الكواليتي اللي بيطلع بيه المنتج بتاعك، من قصه النجاح اللي بتنتشر للمنتج مع المنتج بتاعك، كل واحد شغال سواء من اول اللي شغال على الباب لحد التوب مانجمنت عندك، كل دول لازم يكونوا فاهمين كواليتي ولهم دورهم المفهوم في جزئيه الكواليتي. تمام؟ اوعى تقول او يعني يا ريت الناس توقف يعني نفرمل شويه حته احنا عايزين نزود البرودكتيفيتي. كويس. طب كويس قوي، لما انت بتقول انا عايز انفستمنت او عايز ابدا استثمر في مكان جديد عشان عايز ازود الفوليومز بتاعت ايه الانتاج بتاعي عشان استوفي طلبات العملاء بتاعتي، وهو الكلام ده كله كويس، حلو قوي الكلام ده كله. طيب هيصاحب الكلام دوت خطط جوده عامله ازاي؟ جبت مكان جديد، جبت خطوط انتاج جديده، هتعين ناس جداد عشان تشتغل على المكن دوت او الخطوط دي، هتتوسع في البيزنس بتاعك، هيقابل دوت لازم كواليتي امبروفمنت، هتطور بقى اساليب الكواليتي بتاعتك ازاي عشان تواكب هذا الخطوط الجديده اللي انت هتشغلها او هتزود بيها الانتاجيه بتاعتك. تمام؟ eliminate work standards that prescribe numerical codes. دي برضه من ضمن الحاجات الجميله جدا اللي وصى بيها ديلينج في ال 14 نقطه بتاعته، خلاص، ان انت العمليه مش عمليه ارقام بتتحطم وخلاص او ارقام بتتحقق وخلاص او ستاندرد بترمي على اساسه فوليومز بتاعت انتاج، لا، ده هو كونسبت بتاع كواليتي انت بتشتغل عليه. تمام؟ لازم الناس اللي بيشتغلوا عندك ريموف باريرز تو برايد اوف workmanship. اوكي، حلو قوي الكلام. تمام. دي من ضمن الحاجات برضو اللي وصى بيها ديمينج، ان هي والله لازم ال وانت بتشتغل اولا الناس اللي بيقدوا لك الخدمه او بيطلعوا المنتجات بتاعتك، لازم تحسسهم باهميتهم، لازم توضح لهم مدى خطوره الدور اللي بيلعبوه، ولما يعملوا حاجه كويسه لازم تعترف بالكلام ده وتوضح لهم الكلام ده. مش بس كده، انت لو هم عندهم معوقات بتعيق الفكر بتاعهم واساليب التطوير الجميله اللي بيقترحوها، انت مطالب ان انت تيليمينيت الكلام ده وتريموف الكلام ده البارز ده. تمام؟ لازم يكون عندك برنامج تعليمي واضح وليه بلان وليه ريسورسز يتصرف عليه عشان نقدر تدرب وتعلي وتطور من الكفاءه بتاعت كل واحد شغال عندك. تمام. فيبقى لازم تولي اهتمام بالبرامج التدريبيه. تمام. ان كل واحد، اخر نقطه،
كل واحد لازم يبقى عارف زي ما هو عارف شغلته ايه، عارف دوره ايه في الكواليتي، عارف هو المفروض دوره ايه في فتره التحول بتاعت الشركه من مرحله في البيزنس لمرحله اعلى ومرحله اكبر، ولازم يكون فاهم دوره ايه كمان في الكواليتي في المرحله ايه اللي جايه دي. دي كانت ال 14 نقطه الشهيره بتوع ديمنج. خلاص ديمنج عمل حاجه تانيه اسمها البيبيكا سايكل، تمام، بلان دو تشيك اكت، اوكي. ودي دي البلان اللي بنستخدمها يعني اغلب الناس هم بيعملوا تطوير في منتج معين او في تطوير في سيرفيس معين او عايز يطور حاجه معينه، فبيتبع الخطوات دي. اول حاجه بيحط بلان كويسه، تمام، للحاجه اللي عايز يشتغل عليها، خلاص. وبعد كده يبدا في مرحله الدو، تمام، يلا بقى نفذ البلان اللي انت حطيتها دي، كويس. بعد ما بينفذ البلان بيعمل تشيك، تمام، النتائج اللي طلعت لك ديت، ابدا حلل النتائج اللي طلعت لك، هتشوف انت حققت تطوير ولا ما حققتش تطوير في الموضوع، تمام. تبدا بعد كده تاكد اذا كنت محتاج تعمل اجراءات تصحيحيه لمشاكل انت وقعت فيها، تبدا تطبقها وتبدا تاخد اجراءات تانيه عشان تبدا لما تبدا المرحله الجديده او الليفل الجديد تقدر ايه تكمل بنفس المستوى الكويس اللي انت وصلت له. ده اللي مقصود بيه البيديكا سايكل، تمام. في 7 امراض لازم من اي مؤسسه او اي شركه تتخلص منهم، تمام. اول حاجه فيهم، تمام، ليك اوف كونسيستنسي اوف بيربس، ان يكون الشركه بتاعتك او المؤسسه بتاعتك او انت كفرد ما عندكش احلام للاستدامه وللتطوير المستمر وللتحسين سواء في الخدمه او في المنتج بتاعك على اللونج تيرم. انت دايما باصص تحت رجلك، ودوت هيخليك تقفل بسرعه وتطلع بره السوق بسرعه، تمام. طيب حاجه ثانيه، المرض الثاني، انفاسيس اون شورت تيرم بروفيتس. يا عم انا عايز اكسب، خليني اكسب النهارده وبكره يحلها ربنا. انت مش هتستمر بالاسلوب دوت، تمام. طول ما انت بتدور على المكسب السريع وعلى فترات قصيره ان انت تحول عوائد ماديه ولو بسيطه، فانت مش هتقدر تستمر وتكمل في السوق، تمام. ايفالويشن اوف بيرفورمانس، لو انت ما عندكش تقييم مستمر للبرفورمانس بتاعت الناس اللي شغاله معاك وللبرفورمانس بتاع الكواليتي اللي الناس شغاله بيه وللبرفورمانس بتاع البلان بتاعتك، التنفيذ البلان بتاعتك الناس شغاله وفقا للفترات الزمنيه المحدده ولا لا، فانت عندك مشكله مش هتقدر تكمل في السوق، تمام. موبيليتي اوف مانجمنت، عندك الاداره بتاعتك، الاداره العليا عندك كل شويه بتغيرها، كل ما تطلب من تجيب مدير عام جديد مثلا او تجيب اداره عليا جديده عشان تمسك لك الشركه، مجرد ما بتلاقيها لا توفق في هدف من الاهداف او لسبب ما، يلا غير الطقم الاداري ده كله وتجيب طقم تاني، ده ما بيدكش استقرار واستمراريه في الاداره. فبالتالي الناس عندك ما بيبقاش عندهم التوجيه المظبوط، كل واحد بيجي لاهداف شكل، لنظام اداري شكل غير التاني، تمام. فبالتالي مش هيبقى عندك استمراريه نحو اهداف على لونج تيرم او على المدى الطويل نقدر نحقق بيها الاستمراريه في السوق بالكواليتي اللي احنا طالبينه. ان انت دايما المانجمنت بايوز اونلي افيزبل فيجرز، تمام. هو عمليه المانجمنت مش بس حققوا لي الارقام اللي محطوطه قدامكم دي، انا ماليش دعوه، انا كراجل كمدير ليا يطلع لي الفوليومز دوت ازاي بقى، دي مشكلتكم. لا طبعا، لا طبعا، الموضوع مش مجرد فيجرز بتتحط او ارقام بتتحط قدام مننا المفروض منها نضرب الارقام ديت ونكسرها ونعديها وخلاص. لا، تعدي الارقام ديت بس بالكواليتي اللي مطلوبه، تمام. اكسسيف ميديكال كوست والاكسسيف كوست اوف لايابيليتي، تمام. الحاجتين دول المقصود بيهم ان انت لما بيبقى فيه عدم توفير بيئه عمل ملائمه للناس اللي بتشتغل معاك ومصاريف كتير من ناحيه الميديكال، تمام، الناس بتتعب، الناس مش بتشتغل كويس، الناس عندها امراض مزمنه في المكان عندك، الناس مش قادره تأدي الخدمات بتاعها نظرا لظروفها الصحيه، كل ده كوست. الكوست ده بيتحمل على ايه؟ بيتحمل على البرودكت في الاخر. الكوست بتاع الميديكال دولار بيؤدي للناس بتتغير عن العمل، فبالتالي البرودكتيفيتي بتاعتك بتقل بتاع شركتك، فبالتالي بتفقد عملاء، تمام. الكوست اوف لايابيليتيز، والله الفلوس اللي انت بتدفعها للمحاميين بتوعك وللهيئات القضائيه بتاعتك عشان المشاكل اللي بتطلع في المنتج او عشان الحالات الطارئه اللي بيتعرض ليها الموظفين بتوعك نتيجه لحوادث اثناء التصنيع اثناء العمل او الكلام ده كله، فده كل دي تكلفه
اولا تكلفه وقت، ان انت بتفقد وقت كبير جدا، تمام، فبالتالي بتفقد قصاد منه انتاجيه، وعلى الجانب الاخر كل التكلفه دي انت هتضطر تحملها على ايه؟ المنتج بتاعك. هنروح لواحد تاني النهارده، واحد من الكواليتي جورو او من الرواد، وهو جوزيف جوران، تمام. وده برضه بسم الله ما شاء الله، يعني عاش من سنه 1000، ده مات عنده 104 سنه، اوكي. ده راجل معاه يعني درجه، ده كان راجل خريج هندسه واخد مدرس قانون، تمام، يعتبر من الراجل اللي حط القواعد اللي اتبنت عليها علم الجوده، تمام، وخصوصا في اليابان، تمام. هو اللي عامل حق فيه، لو دخلت عملت سيرش كده على جوران انستيتيوت وتبدا تنزل الكتب بتاعه جوران، هتستمتع بيها جدا جدا في مجال الجوده، خلاص. كان لي بعض الرؤى والعقائد اللي هي بنى عليها مفهوم عن الجوده، تمام. هو فهم او عرف الجوده على ان هي مبنيه على قاعدتين اساسيتين، اللي هم او تو كونسبت. ايوه بس معلش انا هستاذن حضرتك، احنا يعني ندي بس مساحه من الوقت للاسئله، عشان احنا كده يعني احنا عوضنا الثلث ساعه او النص ساعه اللي احنا عطلناها في بدايه المحاضره. احنا لسه ما قفلناش الساعه بتاعتنا، صح؟ ايه؟ لسه ما قفلناش الساعه بتاعتنا. احنا كده فاضل لنا بالظبط اقل من 10 دقائق. طيب تسمح لي هقفل جيران، تمام؟ مفيش مشكلة، أنا بس عايز ندي مساحة من الوقت للأسئلة، يعني عشان الناس إيه اللي عنده سؤال. اوكي، نكمل في المحاضرة اللي جاية، مفيش مشكلة، اتفضل اتفضل. أنا بس حابب أنوه، لو في أسئلة شباب ممكن نبعتها على الواتس، سوري، على الشات دلوقتي، وتسجيل الناس اللي تسجل الحضور ما يخرجش غير لما وقت المحاضرة يخرج، عشان ما ترجعش يعني تحصل مشكله وبعد تقول انا كنت متاكل والكلام ده كله. الاكل يفضل موجود. هستاذن حضرتك بس تلغي الريموت عشان الناس اللي عايز، انا بس معلش مش سامع يا هندسه بعد اذنك. هنلغي الكابتشر مود عشان اللي عايز يسال بالمايك. طيب طبعا، حالا هخليه اوبن مايك، صح كده؟ اعمله ميوت اول، واللي عايز يسال يفتح المايك. اوكي، شباب المايك دلوقتي متاح، اي حد عايز يسال اي سؤال يقدر يفتح المايك ويتفضل يسال سؤال. وفي سؤال يا باشمهندس احمد، زميل بعد بيقول ايه الحل في موضوع مقاومه سياسه التغيير؟ مقاومه سياده، مقاومه ايه يا فندم؟ سياسه التغيير. تمام، اولا سياسه التغيير ديت هي اولا ده يعني ليها متطلبات، يعني في حاجه اسمها، ممكن حضرتك استاذنا وعارف ان في مواصفات نازله لاداره التغيير، تمام. عمليه التغيير ما ينفعش، او لما يجي حد يعمل تغيير سواء في اورجانيزيشن سواء في شركه او تغيير في مهام، او لازم يكون مدروس كويس جدا جدا جدا، خلاص. طيب لازم قبل ما اعمل التغيير لازم في تمهيد للتغيير دوت، اوكي، عشان ابقى عارف، ويبقى في بلان، وبنعمل حاجه اسمها ريسك اسسمنت قبل ما اعمل التغيير. ببقى من ضمن اساسيات الريسك اسسمنت دوت ابقى فاهم مين الاطراف اللي ممكن يظهر من عندهم ريزيستنس زي ما حضرتك بتقول كده للتغيير، تمام، وابقى جاهز بالبروجرام او بالبلان بتاعتي للتعامل مع هؤلاء الاشخاص، تمام. وبعدين في نقطه مهمه جدا جدا جدا، موضوع التغيير، خلاص، ده لازم يبقى فيه كوميتمنت عاليه، تمام، من التوب مانجمنت لحد يعني من بدايه المستويات لاعلى المستويات في الاورجنايزيشن بتاعتك، تمام. بس لازم يكون عندي، اكون دارس كويس او عامل ريسك اسسمنت للمقاومه اللي هلاقيها وانا بعمل تغيير، اوكي، واكون جاهز بالبلان بتاعتي اللي هستخدمها لجزئيه للناس اللي بتقاوم حته التغيير، خلاص. ولازم دايما خد بالك، اي بلان في الدنيا لازم عشان تنجح البلان دي في تطبيقها لازم تميز فيها عامل مهم جدا جدا جدا، وده اللي هنتكلم عن ده في جزئيه ان شاء الله البلاننج، حته الفلكسبيليتي، او جزئيه يعني لازم البلان اللي انا هحطها
عشان اتعامل بيها مع الاشخاص او مع العقبات اللي هتقابلني وانا بعمل عمليه التغيير. اوكي، لازم البلان بتاعتها تكون قابله ان هي اغير فيها جزء، ايه جزء منها، اعدل فيها جزء عشان اقدر انجح في الاخر واوصل للتارجت بتاعي. يبقى عمليه الريسك اسيسمنت دي مهمه جدا جدا عشان يبقى انا داخل فاهم وعارف ما هو اللي ممكن يبقى يظهر عنده تغيير، انا اسف، مقاومه، وهعمل ايه لو حصل الكلام ده كله. وبالعكس، والتوب مانجمنت هتسبورت معايا بايه في حته التغيير. في سؤال تاني بيقول ممكن اعرف امتى ظهرت منظمه الايزو؟ يعني ده سؤال تاريخي شويه، هو ده اعتقد سنه 1996 كان اول ظهور لمواصفات الايزو يعني، وبرضه هتاكد من التاريخ وهبعت لحضراتكم على الجروب. احنا كده كده ان شاء الله هيكون في محاضره عن مواصفات الايزو والكلام ده من ضمنها هنتكلم في الكتابه بتاعت الهيست بتاع المواصفه بتاع المنظمه نفسها واسمها جاي منين بالتفصيل. تمام، في أسئلة تانية؟ حد عنده أي سؤال تاني يا شباب؟ السؤال بيقول إزاي نقدر ننشر ثقافة الجودة في مصنع أغلب الناس اللي شغالة فيه مش فاهمين بيشتغلوا إيه؟ يعني هو بيسأل وبيجاوب على السؤال في نفس الوقت. طيب بص، الموضوع ده سهل ممتنع. بمعنى إيه؟ زي ما حضرتك بتقول في ناس كتيرة، وهم يعني دايماً هقول لحضرتك حاجة بس برضه بالمختصر المفيد كده. الناس دايماً ما تقدرش تحاسبها غير لما تنفي عنها صفه الجهل. بمعنى ايه؟ ان انت زي ما حضرتك بتقول، اولا هو مش عارف هو بيشتغل ايه. تمام؟ فالاول حاجه لازم تعرفه ايه الدور اللي هو بيلعبه على خط الانتاج. هو مطلوب منه على خط الانتاج. ده رقم واحد. رقم اثنين، تمام؟ لازم تحسسه بقيمه الحاجه اللي بيأديها على خط الانتاج ده، وان هو من غيره فعلا يعني سواء عمل النظافه ده مهم جدا، لو المصنع ما تنظفش ايه اللي هيحصل؟ طيب الراجل اللي هو بيشغل مكنه او الاوبريتور او فني التشغيل، الراجل اللي بيعبي ورا المكن دوت، كل واحد ليه دوره ودوره لا يتجزأ، وكل واحد بقى الدور بتاعه اللي بيلعبه لازم نفهمه يعمل اول حاجه انت تعمل دورك ده صح ازاي؟ وده طبعا لازم بيتعمل من خلال الاون جوب تريننج، يعني لازم بتنزله على خط الانتاج تفهمه هيلعب اللعبه بتاعته ازاي؟ هيشتغل ازاي على الخط دوت؟ يا اخوانا زي ما بيحصل كده، انتوا بتشوفوا المدرب الجماعه اللي هي المدرب الفني لفريق كوره ولا حاجه زي كده، تمام؟ مش هو لما بياخد الجول او الجول كيبر ليه تدريب معين وليه واحد بيدرب حراس المرمى، صح كده؟ الراجل اللي بيلعب دفاع ليه تدريب معين، الراجل اللي بيلعب هجوم ليه تدريب معين وهكذا. طب هل ينفع اقول على واحد فيهم لا مش ضروري؟ كلهم ضروريين، بيبقى فيهم اللي انت عايزهم احتياطي، لازم يكونوا متدربين. فاذا لازم تعرف لكل واحد هو بيعمل ايه؟ خلاص؟ دوره ايه بالظبط في الحاجه اللي بيعملها؟ تمام، وتوصف له الحاجه اللي هو بيعملها. خلاص، الحاجه الثانيه بقى، طب نبدا نعمل الحاجه دي بمعايير جوده شكلها عامل ازاي. تمام، عموما موضوع الاون جوب تريننج في الموضوع ده مفيد جدا جدا، بس زي ما قلت لحضرتك الاول تعرفه هو موجود ليه، هو بيعمل ايه. في سؤال بيقول ازاي افرق ما بين الجوده والجوده الشامله؟ كويس، كلام جميل جدا جدا. السؤال ده ان شاء الله هنتكلم عنه في المحاضره الجايه بامر الله. تمام، لو هنكتفي بذلك يعني هنتكلم على حاجتين، على ثلاث حاجات. ايه هي الكواليتي كنترول؟ تمام، ايه هي الكواليتي اشورنس؟ تمام، ايه هي الكواليتي مانجمنت؟ توتال كواليتي مانجمنت. تمام، طيب الجوده الشامله اللي مقصود بيها بمنتهى البساطه ان انت بتطبق خطه للجوده في كل اقسام ومؤسسات وفي كل اقسام الاورجنايزيشن بتاعتك او الشركه بتاعتك. خلاص، يبقى اذا انت قادر توصل مفهوم الجوده وطريقه تطبيقها ازاي للجماعه بتوع الماركتنج، للجماعه بتوع السيلز، للاتش ار عندك، تمام، للجماعه بتوع البرودكشن والكواليتي والجماعه بتوع المينتننس، كل الاقسام عندك انت قادر توضح لهم ايه هي الكواليتي بلان وكل واحد دوره فيها هيبقى عامل ازاي. خلاص، والاوت بوت اللي احنا منتظرينه من كل واحد فيها. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه، خلاص، بتوضح لكل اقسام الشركه. تمام، مش بتشتغل بقى على جوده منتج بس، لا، ده انت بتشتغل هنا في الحته دي على جوده البرفورمانس. مظبوط؟ يعني معلش الناس تستوعب معايا بس الحته دي. في فرق كبير ما بين جوده المنتج والكواليتي اوف برفورمانس. خلاص؟ انت هنا لما هتعلي الكواليتي بتاعت البرفورمانس او اداء الناس او الاوتبوت اللي بيطلع من كل واحد في كل قسم، فانت بالتالي بتعلي الكواليتي بتاعت الاورجنايزيشن ككل او الشركه بتاعتك ككل. يبقى اذا التوتال كواليتي مانجمنت
خلاص، ده السكوب اللي مش بس بيطبق الكواليتي على البرودكت، لا ده بيطبق الكواليتي في كل قسم من اقسام الشركه، ومن مسؤوليته ان هو يكوميونيكيت او يجعل اساسيات الجوده واضحه ومهام الجوده واضحه لكل واحد او لكل قسم من اقسام الشركه بتاعته. في سؤال تاني بيقول أنا عندي إيه الحاجات اللي ممكن أطور بيها من نفسي ويكون عندي خبرة في مجال الجودة وأكون جاهز للشغل، وتقريبا نفس السؤال بس بشكل مختلف، الكورسات اللي محتاجها عشان أكون مهندس جودة كويس. دول سؤالين، وفي سؤال كمان بيقول ثقافة الابتكار بتختلف إيه عن ثقافة التطوير، وليه مش بنشوف انتشار لثقافة الابتكار؟ رائع. آخر سؤال بيقول، هو السؤال بعيد شوية عن المحتوى بتاعنا، ولكن بيقول أنا كحديث تخرج ما اشتغلتش قبل كده في مكان، واخد شهادات ايزو 9000 وهصب و و و وبقدم على شغل كتير ودايما مش بنجح. أنا هستأذن المهندس أحمد، يعني الجزئية السؤال اللي احنا لسه قايلينه ده إذا سمحت لي أنا هرد عنه تفضل بالتفصيل تفضل. إن شاء الله، لأن في ناس كتير قوي من الطلبة بتقع في الحتة دي، إن هو بياخد شهادات كتير وبعدين بيقدم على شغل مرة واتنين وعشرة وعشرين والنتيجة تقريبا واحدة، يا إما ما حدش بيرد عليه يا إما بيقولوا له حاجة تقريبا ما حدش بيكلمه تاني. فللأسف أغلب الناس، لم يكن كل الناس، بيعتقد لا ده الشغل في واسطه او الشغل فيه هم اللي مش عايزين ده ويقعد لا ان هو نسي اهم عنصر في المعادله وهو انا، ما يمكن انا اللي عندي الله مشكله، عليك الله عليك الله انا عليك مش معمول بشكل احترافي بشكل كافي يجذب بالضبط. او قادر اسوق نفسي كويس من خلال السي في ده، عامل السي في كلرفول زياده عن اللزوم، مليان الوان ومليان تفاصيل بتدوه السي في، وبالتالي الشخص نفسه ما بيبقاش قادر يعرف هو انت مناسب للوظيفه ولا لا. ايفن في بعض الاوقات من كتر ما احنا بناخد تريننج وشهادات عشان نقوي السي في، ممكن بنبقى وصلنا لمرحله ان احنا من اول وهله اللي بيشوف السي في بيبقى حاطط للوظيفه بادجت من حيث المرتب، بادجت من حيث الكنولج او المعرفه اللي المفروض يبقى متوفره فيه، ولكن لما بيشوف حضرتك معاك شهادات كتير قوي فبيبقى متوقع ان حضرتك هتطلب مرتب عالي بالنسبه للبادجت اللي هو محتاجها او بالنسبه للسالري اللي هو محققه، وبناء عليه انت لازم تعمل في مخصوص لكل وظيفه كل تفصيله في الكارير بتاعي تساعدني ان انا احصل على الوظيفه دي هي اللي هتحصل. انا اشتغلت عارف انت لسه طالب واخد كورس مش عارف كذا، كل التفاصيل اللي هتساعدني سبورت ان انا احصل على الوظيفه دي هي دي اللي المفروض احطها في السي في. انما انا واخد كورس مثلا في إدارة الأعمال وأنا رايح أقدم مهندس إنتاج، طب مال إدارة الأعمال ومال مهندس إنتاج؟ في فرق، في ليها تخصص ودي ليها تخصص. أنا اشتغلت قبل كده في شركة محاسبة، اللي أنا بقوله ممكن يبقى غريب على الناس شوية لكن هو ده واقع العملي، الناس من قلة الشغل اللي بيلاقي وظيفة أي حاجة في أي مجال حتى لو بعيد عن شغله بيضطر يقبل فيها، ناس كتير بتعمل كده. هو مش عارف كتير بيقولوا الصوت، فانا مش عارف هو المشكله من عندي ولا المشكله من عندهم، لكن فعلا اول حاجه اتطور عليها في موضوع التقديم على الشغل وانا عندي مشكله في السي في وانا عندي والسوق والشركه ما بتردش عليا او بيقولوا لي هنكلمك بعدين ومحدش بيكلمني، اول حاجه راجع السي اللي انت بتعمله، تاني حاجه راجع الكواليفيكيشن او المؤهلات بتاعتك اللي انت والمتطلبات بتاع شغل الوظيفه اللي انت بتقدم عليها، يعني شوف هل انا بقدم على وظايف مناسبه ليا ولا انا بقدم على اي اعلان لمجرد ان انا عايز اخد وظيفه،
وخلي بالك ان النقطه دي انت بتحرق نفسك في الشركات اللي انت بتقدم فيها. لازم تدور على الوظيفه هي مش اي اعداد طالب قصير ابعد يمشي. القاعده دي غلط تماما او الطريقه دي غلط تماما، لان انت بتوصل لمرحله ان الشركه خلاص انت اي اعلان بتشوفه بتبعت، فانت حرقت نفسك في الشركات دي. لو جالك فرصه بعد كده خصوصا لو الشركه دي فيها وبيحتفظ بالسي في بتاع الناس اللي بتقدم، فحضرتك حرقت نفسك في الشركه دي ان انت تقدر تقدم فيها بعد كده. عشان كده فكر كويس قوي في الفرصه دي، هل ملائمه لامكانياتك وللشهادات بتاعتك ولخبراتك دلوقتي ولا لا. لو مش مناسبه انساها تماما وابدا اشتغل على نفسك وعلى فرصه ثانيه تكون افضل. يعني هسيب بقى المجال للمهندس احمد يرد على السؤالين بتوع ثقافه الابتكار وثقافه التطوير. وبالنسبه للكورسات، الناس اللي بتسال على الكورسات ازاي ياهل من نفسه، انا بعت لينك دلوقتي على الشات. اللينك ده فيه مقاله كنا احنا منزلينها او منشور كنا منزلينه على البيج بيتكلم عن موضوع الكورسات اللي محتاجها حديث التخرج، واللي حابب يشتغل في مجال او في مجال الفود سيفتي عموما يعني تقدر ترجع له فيه كل التفاصيل اللي انت محتاجها. استاذنك عايزين نرد على السؤال بتاع الفرق ما بين ثقافه التطوير وثقافه الابتكار. رائع. وسؤال تاني محاضره لوحده بيتكلم عن ازاي اطبق عندي في الشركه مواصفه ال 9000 او ال 22000. لا ده انت استاذنا في الموضوع ده يا دكتور مدحت. انا لسه كنت هقول له ده ممكن نتناقش فيه على الجروبات الواتس ان شاء الله، نبقى نتكلم في القصه دي ازاي. اخر سؤال ان شاء الله بيتكلم عن ازاي اقدر اطور من المنتج حسب المواصفات العالميه للجوده. احنا كده معانا سؤالين، السؤال بتاع الابتكار والتطوير، والسؤال الثاني ازاي يقدر يطور في المنتج بتاعه. طيب الاول موضوع الابداع والتطوير، خلاص. طيب اولا ايه الفرق بين الانوفيشن والامبروفمنت؟ تمام. الانوفيشن هو الابداع، يعني اولا دي ان انت بتوجد حاجه فيه مش موجوده، انت بتعمل حاجه ما كانش ليها وجود، ده انوفيشن. خلاص تفتكس حاجه كده، تطلع تطلع بحاجه جديده ما كانش موجوده قبل كده، فانت يعني بتحط بقى يعني زي ما بقول لك، وده اللي عملوه الجماعه بتوع سامسونج، اوكي، وهم بيقدموا منتجات المنتج الموبايل او السمارت فونز للجمهور. خلاص انما الديفلوبمنت او التطوير، حلو، ده الحاجه موجوده بس انت بتحسن منها وبتطور من ادامها عشان تخليها تخدم حاجه معينه. يعني هطور من العربيه مثلا، من العربيه اللي بصنعها بحيث ان هي تلائم الاجواء اللي فيها جو بارد، تمام، الائم من تخليها ملائم للحركه في الاجواء الصحراويه او في الاراضي الصحراويه وهكذا، تمام. يبقى عمليه التطوير، لا انا هحسن بعض الخواص اللي موجوده عندي في المنتج، تمام، او في السيرفيس اللي بقدمها، خلاص، عشان تلائم غرض ما، كويس. انما الانوفيشن ذات نفسها، لا ده انا ببتكر حاجه جديده، انا بفكر اوت اوف ذا بوكس، انا بعمل حاجه جديده بنشئها فروم يعني فروم سكراتش، انا بعملها من الاول خالص، تمام. ودي غالبا بتتطلب سمات معينه، يعني دايما الله ينور عليك، السؤال ده رائع جدا. هو انا اعتنق فكر الانوفيشنز ولا اعتنق فكر الديفلوبمنت؟ تمام، انت جيت للحق، لازم الاثنين يمشوا مع بعض، امبلر الاثنين يمشوا متوازيين مع بعض، بس الانوفيشنز هو اللي هيفرق معاك كتير، هو اللي هيخليك هو اللي هيخليك تنقل البيزنس بتاعك او طريق او هينقلك انت شخصيا لحته ثانيه خالص، طبعا افضل بكتير من اللي انت فيه، تمام. بدليل اللي لسه مهندس مدحت كان بيتكلم فيه، انا عمال اقول ان السوق، انا راجل فريش وعمال اتقدم وعمال اقدم في شركات كتير ومحدش بيبص لي وهو الكلام ده كله. طب ما هو فعلا في فاكتورز مهمه جدا جدا جدا. طب يا سيدي، ما احنا كلنا عندنا نفس المشكله، يعني انا واحد من الناس اللي عشان اشتغل يعني مريت بظروف صعبه، يعني عقبال ما لقيت شغل، خلاص، والكلام ده كان من فتره كبيره جدا، يعني حاجه و20 سنه، تمام، وما زال الناس لحد دلوقتي عشان تلاقي فرصه شغل كويسه. طب ما تدور على حاجه ثانيه، ما تخليك انت تفكر تضيف لنفسك ميزه، تمام، تخليك حاجه اسمها بنسموها في البيزنس كومبيتيتيف ادفانتشز، يعني ميزه تنافسيه جديده يا اخي مش موجوده عند الناس كلها. ما لازم انت، امال ايه الحاجه اللي هتخلي الريكروترز او الناس اللي هم
بيعملوا انترفيوز او بيدوروا على حد عشان يشتغل في الشركه معاهم، تمام، يروحوا لك لان في عندك حاجه مميزاك عن بقيه ال 1000 ولا ال 2000 سي في اللي محطوط، تمام. فهي عمليه الانوفيشنز، لا الانوفيشنز دي مواصفه لوحدها، وليها ليها ميثودولوجي، ليها طرق، وليها اساليب بتتبع، خلاص، وليها رولز، قواعد معينه عشان تقدر تعمل حاجه الناس كلها ما قدرتش تفكر فيها، الناس ما قدرتش توصل لها، تمام. الانوفيشنز مش بس في البرودكت او السيرفيس، لا الانوفيشنز دوت ده فيك، في نفسك انت ذات نفسك، ايه الانوفيشنز اللي هتعمله عشان تقدر تخليك متميز ما بين المجموعه اللي انت موجود فيها. فبس ده يعني ده اجابه بسيطه عن الفرق ما بين الانوفيشنز والديفلوبمنت. يعني برضو حابب ازود نقطه، هتلاقي دايما في الشركات في حاجه اللي هي نيو برودكت ديفلوبمنت، نيو برودكتس، تمام. فده المنتجات الجديده اللي ما كانتش موجوده قبل كده في الشركه، خلاص، وتطوير المنتجات اللي كرنتلي اللي هي موجوده حاليا، احسن بقى من ادائها، ازود فتره صلاحيتها ازاي، اخليها تحتفظ بالمميزات بتاعتها فتره اطول ازاي، ده اللي احنا بنسميه ديفلوبمنت. العميل طالب متطلبات جديده في منتج موجود حاليا، عايزه بشكل معين، بلون معين، بطعم معين، هخليه يستوفي الحاجات دي، هطور بقى من المنتج ازاي، ده اللي بسميه الديفلوبمنت او الامبروفمنت. الانوفيشنز انا هعمل حاجه جديده بقى، منتج جديد انا ما كنتش بنزله قبل كده في السوق، تمام، خدمه جديده هقدمها ما كانتش موجوده، مش واضح سؤال يعني. تاني، السؤال بيقول انا عايز اطور من المنتج بتاعي على حسب المواصفات العالميه. جميل جدا. بص يا سيدي، بص يا سيدي، ده موضوع جميل جدا جدا جدا، ويا ريت نفرد له او يعني نخصص له محاضره. بص يا جميل، المنتج بتاعي، وده خير دليل هيرشدنا في كده، لو احنا اتكلمنا عن كانو موديول، او الموديول بتاع كانو ده عالم بيقول لك انت ازاي تنتقل من بالمنتج بتاعك، من عمليه ان انت ترضي بيه العميل، لحد تشبع احتياجات العميل، لحد ما تفوق التخيل العميل في المنتج بتاعك. وده اللي فيه الاجابه على السؤال بتاعك. بمعنى ايه؟ هو انا اولا لازم اول حاجه تعرفها ايه هي الكاستمر نيدز، لازم تعرف تكون محدد قوي 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 انت هتبيع المنتج ده او هتقدم السيرفيس ده لمين؟ ده رقم واحد. خلاص؟ رقم اثنين، تمام؟ لازم تعمل عندك ليست كده كل احتياجات العميل اللي هو هيطلبها في المنتج ده. خلاص؟ ده رقم اثنين. مع بعض احنا كده ولا تهنا من بعض؟ تمام يا هندسة. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، ازاي هتحول متطلبات العميل دي لصفات جوه منتجك؟ تمام كده؟ مع بعض؟ حلو قوي. رقم أربعة، الصفات دي اللي أنت حطيتها هقدر أقيسها ازاي؟ عشان لما أجي أنتج، خلاص، يبقى أقدر أقول الصفات دي اللي هو العميل بتاعي كان عايزها اتحققت ولا لأ؟ تمام؟ مع بعض؟ أوكي؟ خلاص؟ بعد كده أقيم المنتج بتاعي من ناحيه الهدف بتاعه. بمعنى ايه؟ انا بعد ما عملت كل الكلام دوت او الخطوات اللي فاتت دي، المنتج بقى قدر ان هو يساتسفاي او 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 يرضي العميل بتاعي ولا لا؟ عشان كده ده اللي انا كنت بقوله النهارده يا جماعه، ان احنا افهم مفهوم كلمه كواليتي صح. الكواليتي بابسط تعريفاتها هي ارضاء العميل بتاعك، ان انت توصل له الحاجات اللي هو هيدفع لك فيها فلوس، تقدر تحطها في المنتج بتاعك او في الخدمه اللي انت بتقدمها. فده بمنتهى البساطه كده. طب ازاي بقى اتنقل من المنتج بتاعي من مرحله ان انا ارضي العميل لان انا احط له حاجات تفوق توقعاته؟ ده بقى الجزئيه اللي كان اخونا وزميلنا اللي كان بيسال فيها، اللي هي الفرق ما بين الانوفيشن والديفلوبمنت. تمام؟ وده الكلام اللي ممكن يتشرح او اللي بتوضحه الموديول او النموذج بتاع كانو، خلاص؟ وده من احد الناس برضه العلماء بتوع الكواليتي اللي وضح لك انت ازاي تقدر تنتقل بالمنتج بتاعك من مرحله استيفاء متطلبات العميل لاشباع رغبات العميل لتفوق توقعات العميل. هل في اي اسئله ثانيه؟ في زميل ثاني بيقول انا كمفتش في مخازن اغذيه، ايه هي السياسات الجوده اللي المفروض اتبعها؟ رائع رائع. بص يا هندسه، سياسات الجوده في المخازن بتاعت الاغذيه، خلي بالك ده جزء لا يتجزأ من شغلي حاليا في الشركه اللي انا شغال فيها. بص يا جميل، في عندك المواصفه اللي هي التكنيكال سبيسيفيكيشنز 22002 رقم 5 سنه 2014. بص هريحك،
لو حابب تتواصل معايا هبعت لك المواصفه بتاعه البي ار سي للوير هاوس، للوير هاوسنج براكتسز والديستريبيوتورز. دي المواصفه دي بتقول لك ايه هي الاشتراطات التخزينيه او الجود وير هاوسنج براكتسز اللي انت لازم تتبعها مع الاغذيه. الاشتراطات بقى سواء في البيلدنجز المباني والفاسيلتيز بتاعتك، خلاص؟ سواء في الهيجين جوه مخزنك يبقى عامل ازاي، تمام؟ سواء للهاندلنج بتاعت الهاندلنج بتاعت البرودكتس بتاعتك تبقى عامله ازاي جوه المخازن، خلاص؟ استقبال سواء كنت تستقبل في المخازن دي رو ماتيريالز او فينيش جودز، تمام؟ يعني خامات او منتج تاني نهائي، تمام؟ كل الحاجات ديت طبعا ليها معاييرها وليها اشتراطاتها، موجود في مواصفه، في المواصفه الاصدار الرابع لمواصفه البي ار سي الخاصه بيه، الاستورج اند ديستريبيوشن اوف فود جودز، اللي هم الثلاثه الغذائيه، تمام؟ وبرده لو حضرتك حابب ابعت لك المواصفه اللي هي زي ما قلت لك 22025، تمام؟ دي برده بتقول لك مخازن الاغذيه ايه هي الاشتراطات اللي انا زي ما بقول لحضرتك كده، اشتراطات هيجينيه، اشتراطات في البيلدنج في المباني، اساليب تخزينيه، تمام؟ طرق استقبال للفينش جود او الرو ماتيريالز. دي اشتراطات بتتكلم عن كل واحد فيها ليه بعض المعايير موجوده في المواصفه بتاعه ال 22002. استاذنك يا هندسه تبعتها لنا على الجروب بعد اذنك مع اللي انت عايزه كله يا جميل، والله انا مستمتع جدا باسئلتكم، اتفضل. حاضر، بس معلش انا اسف، عذرا، اكتب حضرتك هندسه عشان تعرفني، الزهايمر عندي جامد، انا اكتب لي بس كده عشان افتكر. يبقى انت كده عايز مني مواصفه البي ار سي و22002 رقم 5 بتاعت الوير هاوسنج، تمام كده؟ باذن الله. حاضر، عينيا. وكوبي من الماتيريال بعد اذنك. حاضر، مع اني لسه ما خلصتش، بس حاضر، ممكن نكمل لو الشباب حابين نكمل الاسبوع اللي جاي، نكمل وناخده اول سبع اول هنتكلم. انا كنت عامل حساب ان احنا الاسبوع اللي جاي هنتكلم عن الاولد 7 تولز والمودرن 7 تولز بتاعت الكواليتي، فخلينا هنتكلم بس عن الاولد 7 تولز. وزي ما الشباب برضو انا لاحظت ان هم برضو عشان احنا برضو متوافقين مع الكاستمر ديماندز او متطلبات العملاء بتوعنا اللي هم الشباب الحلوين اللي بيسمعونا، هنوضح لهم ايه الفرق ما بين الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس والتوتال كواليتي مانجمنت. هنتطرق لهذه النقطه مع الاولد 7 تولز بتاعت الكواليتي، لو انتم حابين انا تحت امركم طبعا. ان شاء الله باذن الله السبت الجاي هيكون اخر محاضره في الكورس ده، اول كورس ان شاء الله في المبادره، هنكمل فيها الكورس ده يعني ان شاء الله، وان شاء الله نبدا نرتب مع بعض المحاضرات اللي جايه على حسب البرنامج اللي احنا ماشيين عليه. معلش اخر سؤال يا هندسه بعد اذنك، اللي يسال ايه المراحل اللي ممكن اتطلع اليها لتطوير مفهوم الجودة في المستقبل، أو إيه المراحل اللي ممكن نتطلع إليها لتطوير مفهوم الجودة مستقبلا يعني؟ طيب هقول لك مثال بسيط كده، تمام؟ وحضرتك أستاذنا في موضوع الفود سيفتي، تمام؟ نتكلم كده بريف سريع كده، شوف الناس بره بتفكر إزاي، الدول بتفكر إزاي، وأنت لازم هتكون لازم تحط في الحسبان انت بتفكر في الجوده بالنسبه لك ازاي، عشان بناء عليه زي ما انت بتقول السؤال ده رائع جدا، تمام؟ هتطور فكرك ازاي عشان تعمل ديفرنس او تقدر تعمل اختلاف عن الاخرين اللي موجودين معاك او بينافسوك في سوق العمل، وان انت يبقى ليك الكارير او ليك البوزيشن بتاعك اليونيك اللي هو المتفرد اللي محدش يعرف يجيبه، تمام؟ بص يا سيدي، بمنتهى البساطه كده، تعالى نتكلم هندسه على موضوع الفود سيفتي في امريكا ماشيه ازاي، خلاص؟ اول حاجه بدا موضوع الهسب، مظبوط كده احنا مع بعض دكتور مدحت؟ حلو قوي. بدا الموضوع بايه؟ بدا طبعا بوجود المانيفاكتشرنج براكتسز والقواعد والقوانين الملزمه في امريكا، وبعد كده بدات وكالة ناسا تلعب اللعبه بتاعت الهسب عشان عندها ناس بيطلعوا الفضاء عايزه تحافظ على صحتهم وبتقدم لهم اكل كويس، صح؟ لحد كده كويسين؟ تمام. بعد كده الفكره اتنقلت من الهسب ليه؟ بص النقطه جايه ازاي هندسه؟ ان هم بداوا يدمجوا الهسب مع المانجمنت سيستم، فعملوا مظبوط الايزو 22000، صح كده؟ كويس. كل ده تطوير في فكر خلي بالك، كل ده تطوير في فكر الكواليتي، تمام؟ بعد كده عملوا ايه؟ عملوا الفيزما، مظبوط يا هندسه؟ الفيزما دي اللي كانت بدات اللي هي تبقى مبنيه على ايه؟ البريفنتيف اكشنز، صح؟ ان احنا مش هنستنى
ان لما تحصل مشكله وبعدين نروح نشتغل عليها، حد يجي له لا قدر الله تسمم غذائي، حد لا قدر الله ياكل اكل يمرض منه او يتاذى منه، تمام؟ لا، يبقى احنا لازم عندنا بدا بقى الفكر البريفنتيف اكشن تتاخد، تمام؟ وحتى لو حضرتك عارف ان في 2015 اتهدت قواعد المواصفات كلها واتبنت من اول جديد على حاجه اسمها ريسك بيست اسسمنت، مظبوط كده؟ مظبوط الو، هندسه، الله ينور. تمام. ادي كده التدرج ده. عارف بقى اخر حاجه منزلها الاف دي ايه؟ منزلها ايه؟ فكر الفود سيفتي كله هيتغير يا فندم بناء على التطور الرهيب في التكنولوجي، مش هيبقى يعني غير بقى ان هو بريفنتيف وخلاص، هم هيكملوا على الفيزما، هيكملوا هيبقى عامل ازاي؟ هيدخلوا بقى التكنولوجي مع الفود سيفتي. شفت بقى كل الربط على طول مع التطور. الهندسه رايحه لفكره الريسك بيس ثينكينج، ان كل ديسيجن الشركه هتعمله او المؤسسه هتفكر ان هي تاخده، ايفن في الاكشنز البسيطه او يا فندم اتفق معاك يا فندم. ده استناني بس يا هندسه، ده اللي حاليا اللي في الوقت الحالي، ان كمان 5 سنين هضيف ايه للريسك بيزد اسسمنت؟ بمعنى ان احنا لما جينا نضيف المانجمنت للفود سيفتي، هل استغنينا عن الهسب؟ ابدا. ده الهسب هو الكور بتاع الفود سيفتي، صح ولا لا؟ بالظبط. كبير قوي، بس دعمته بالنواحي المانجيريال او بالكونسبت الاداريه، زي توفير الريسورسز، زي الكوميتمنت بتاعت الليدر شيب، زي السيتنج بلانز للحاج. فاحنا في الايام القادمه ما نقعدش بقى فرحانين ان احنا دلوقتي بنعرف نعمل ريسك اسسمنت وان احنا قادرين نتنبا بما سيحدث مستقبلا. لا يا فندم، الدنيا ما بتقفش كده. لازم نعمل انوفيشنز اللي الشباب الجميل ده كان بيتكلم فيها. هو انا هعمل حاجه تفرق ازاي؟ هو ده اللي الناس بتعمله، هو ده اللي الدول بتعمله. احنا مش هنقف عند حزبه ان احنا خلاص عملنا طورنا الفكر بتاعنا عشان يطلع انه نبقى بدل ما نبقى اكتف نبقى برو اكتف. خلاص، ان احنا نبقى نقدر نقول ايه هي الخطوات الاحترازيه او الخطوات الوقائيه اللي هنعملها عشان المشكله ما تحصلش. لا يا فندم، في بقى حاجات تانية، فكر تاني، تمام؟ والدنيا بتتطور، تعالوا نفكر مع بعض الخطوه اللي جايه ايه؟ ما بعد ذلك؟ ايه هي النكست ستيب بتاعتنا عامله ازاي؟ ده اللي لازم نجري عليه ونشتغل عليه، تمام؟ وخلي بالك، عشان كده بتلاقي دول بتفرق عن دول، وبتلاقي اشخاص بتفرق عن اشخاص.